80 ديجري ميريديان اند بروسيديوس ايسترلي، يعني بتروح ناحيه الايست بتاعتي ستارتنج من اللونجيتيود سيكتورز. طيب كل زون بتاخد يا اما لتر يا اما نمبر ولتر. النمبرز بتاعتي بتبقى اكوردنج لللونجيتيود، والليترز تبقى اكوردنج لللاتيتيود. اللاتيتيود اللي هو من سي تو اكس ما عدا الاي والاو، دي مش موجوده عندنا في الليترز بتاعتي. وستارتنج ات 80 ديجري ساوث اند بروسيدنج نورث وورد تو 84 ديجري نورث. وقلنا ان احنا ما بنوصلش لل 90 عشان الاختلافات اللي موجوده في البول، في البولر الجزء بتاع القطب الشمالي، في البولر البولر بروجيكشن الجزء اللي موجود عندي. يبقى احنا كده خدنا بس مصطلح اللاتيتيود ومصطلح اللونجيتيود ومصطلح اليو تي ام والجريد زونز. كل ده انا هستخدمه بس علشان لما يجي استارت الدايركشن دريلنج اول حاجه مطلوب مني اني اعرفها السيرفيس لوكيشن، انا موجود فين عندي، ايه هي الستارت بوينت اللي هتبدا من عندها الريج جهاز الحفر بتاعي هبدا ستارت دريلنج، او الروتر اسمبلي بتاعي هيبقى موجود على الروتري تيبل والسنتر بتاع البير، يبقى السيرفيس لوكيشن. ثم بعد كده هبدا اسال فين التارجت لوكيشن، انت عاوزني اروح فين بالظبط في اللوكيشن، فيبدا يقول لي اللاتيتيود واللونجيتيود بتاع التارجت واللاتيتيود واللونجيتيود بتاع السيرفيس. ده يعني one point of many points we will go through it لما نبدا الويل بلاننج ان شاء الله. يعني هنتكلم جزء عن الويل بلاننج، هنقول الريكوايرمنت لاي دايركشن دريلنج ويل هنحتاج فيها ايه. يبقى المين فيها اول حاجه هي السيرفيس كوردينيتس. طيب في برضو اكسبريشنز هنحتاجها جدا، هي الريفرنسز بتاعتي. ايه الريفرنس بتاع، احنا عرفنا اللاتيتيود واللونجيتيود واليو تي ام والجريد زون، ايه بقى الريفرنس بتاعي لما اجي اعمل ستارت للويل بلاننج بتاعي؟ انا عندي الريفرنس غالبا بيبقى هو النورث، بس في سام كايندز اوف نورث، في اكتر من نوع من النورث. في عندي الترو نورث. الترو نورث ده هو الدايركشن along السيرفيس اوف ذا ايرث اللي بينتهي بالنورث بول، ده الترو نورث بتاعي. لكن وفي نوع تاني اسمه الماجنتيك نورث. الماجنتيك نورث ده هو اتجاه الماجنتيك فيلد لما بيروح جوز داون وورد، كل منطقه الايرث سنترال او المركز الارض، وفين هي الماجنتايز او الماجنتيك فيلد سترينث بتاعي، اتجاهها بيروح فين، ده اللي بنعتمد عليه في البوصله بتاعتي او الكومباس بتاعي. الكومباس بياخد الماجنتيك نورث، بس الماجنتيك نورث ده مش ثابت، ده فاريبل، لان كل ما هتروح مكان هتلاقي ان الماجنتيك سترينث بتاعتك او الماجنتيك فيلد سترينث هتلاقيها مختلفه من مكان عن مكان. علشان كده ما اقدرش اعتمد عليه، ما ينفعش يبقى ذا مين ريفرنس اوف ماي، اي نيد سمثينج مور ستيبل تو بي تو كان بي كالكوليتد. يعني انا محتاج ريفرنس ثابت عندي علشان اقدر اتحكم واقدر اعمل الكالكوليشن بتاعتي. فالماجنتيك نورث هو الحاجه الاساسيه، هو الكومباس بتاعي اللي بقدر عن طريقه اعرف فين الماجنتيك نورث. بعد كده هحتاج ان انا اعمل له كوريكشن واحوله للترو نورث، وبعد كده هعمل له مور كوريكشن علشان احوله للجريد نورث. والجريد نورث ده هو اللي احنا بنستخدمه في الماب نورث او الجريد لاين اون مابس، وده بيبقى غالبا بيبقى بوينت توورد او النورث بول بتاعي. يبقى انا عندي فيه ثلاث انواع من النورثز. دي برضه ده برضه هيقابلنا لما يجي نتكلم على الام دبليو دي او الميجرنج وايل دريلنج، لازم نعرف الريفرنس اللي احنا هنقابلها. برضه من ضمن الريفرنس اللي احنا محتاجينها لو احنا حبينا نعمل كونفرجنس، بقى لو احنا عايزين نحول من نورث تو نورث، فاحنا ده احنا قلنا ان احنا عندنا ترو نورث وجريد نورث وماجنتيك نورث. طيب في انجل اسمها الماجنتيك ديكلينيشن، والماجنتيك ديكلينيشن دي مهمه جدا لان هي اللي عن طريقها اللي هقدر، هي الماجنتيك ديكلينيشن انجل، هي الانجل ما بين الماجنتيك نورث وما بين الترو نورث. يبقى انا الحاجه الميجرنج عندي اللي اقدر اعتمد عليها هي الماجنتيك نورث. بعد كده لما يبقى عندي الماجنتيك ديكلينيشن اقدر احول الماجنتيك نورث لترو نورث. طيب في عندي برضو الجريد كونفرجنس، نفس الفكره بالظبط بس ما بين الجريد نورث والماجنتيك نورث. يبقى هي الجريد كونفرجنس، الجريد نورث والترو نورث، اسف، انا بحول ما بين الترو نورث بعد ما اخدته من الماجنتيك حولته للترو نورث عن طريق الماجنتيك ديكلينيشن،
وبعد كده اقدر احوله للجريد نورث عن طريق الجريد كونفرجنس. في بعض الاحيان بيبقى عندي مصطلح اسمه الجريد ماجنتيك انجل، اللي هو دايركتلي ما بين الجريد نورث والماجنتيك نورث. بس احنا اكشولي ان ذا ريال تايم او ان ذا اويل فيلد احنا بيبقى عندنا الماجنتيك ديكلينيشن والجريد كونفرجنس. ده برضو من ضمن الاكسبريشنز المهمه جدا اللي هتقابلنا في الدايركشن درين. حاجات تانية هنحتاجها الجي توتال او الجرافيتي جنرالي 9.81 متر بير سكند سكوير، الجرافيشنال فورس بالنيوتنز. دي الجي توتال هنحتاجها جدا في قياسات الوايلد رينج الام دبليو دي او الميجرينج وايلد رينج الجرافيشنال فيلد. في عندنا برضو الماجنتيك فيلد سترينث او البي توتال بتاع البي توتال هو السترينث اوف ايرث ماجنتيك فيلد ات اني لوكيشن اند اني تايم، وده بيقيس لي الانتنسيتي اوف ماجنتيك فيلد، ده بيقيس لي قوه الماجنتيك المجال المغناطيسي بتاعي قد ايه في الجزء ده، اسمه الماجنتيك فيلد سترينث. المصطلحات دي كلها هي دي اللي هقدر اعمل بيها بعد كده كيو سي لكل القرايات. انا عندي ناتشرال ليدنج اوف ذا ايرث اتسلف، في قرايات طالعه من الايرث اتسلف انكلودنج الجرافيشنال فيلد سترينث، الماجنتيك فيلد سترينث، الماجنتيك نورث، كل دي قرايات اوريدي وي هاف ات انسايد ذا ايرث. اند ذن وي ويل ميجر ات باي اور تون، هنجيب التولز بتاعتنا ونقيس بيها. فعايزين يبقى عندنا ريفرنسز باك تو ات، يعني نرجع لها نقدر على اساسها نقدر نقول قرايات التول دي كاليبريتد صح ولا غلط، علشان بعد كده هحدد على اساسها المين دايركشن بتاع الويل والمين ديفيشن بتاع الويل، واقدر اخد الريدنج من كل التولز دي بالطريقه دي. فدي مجموعه اكسبريشنز برضو هيقابلني فيها الانجل او الانكلينيشن انجل بتاعت الويل بتاعي. انا عندي الانكلينيشن انجل هي الانكلينيشن انجل بتوين الفيرتيكال لاين والباث بتاع الويل بور، يبقى الانكلينيشن بتاعت الويل بور مع الفيرتيكال ده هاو ماتش ذا ويل ويل بي ديفييتد فروم اور فيرتيكال، وده زي ما احنا قلنا بيتحدد عن طريق التارجت، انا عاوز اروح فين. فالتارجت كوردينيتس هتحدد لي، يبقى انا عندي السيرفيس كوردينيتس وتارجت كوردينيتس. بس ما ننساش ان في ان بتوين في ذير از تو ميني كونديشنز ما نقدرش نو افويد ات، يعني في بعض الاحيان انا اقدر اوصل للتارجت دايركتلي لكن في اسباب معينه تخليني يمنعني من اني احفره فيرتيكال. فبالتالي الويل باث بيحتاج مجموعه من الانفورميشن هنعدي عليها جو ثرو ات ان شاء الله مع الويل بلاننج. فانا عندي الانكلينيشن انجل هي الانجل ما بين الفيرتيكال لاين والباث بتاع الويل بورد. كمان الفيرتيكال ريفرنس بتاعي هو اللوكال جرافيتي فيكتور. اللوكال جرافيتي فيكتور، الجرافيتي فيكتور يعني وزن الوزن بتاع اي كتله او اي ماس، هي اوريدي توورد تو ذا سنتر اوف ذا ايرث، انت بوزنك بتبص توورد ده الفيرتيكال بتاعك. لو الهول سيبناها لو هي مفتوحه ومنها فيها اي حاجه من غير اي شم هتكود داون، يبقى هو ده الفيرتيكال بتاعك. احنا بن ان بارتيكولر متعمدين ان احنا نروح ديفييت ذا ويل along او away from the vertical for some reason we'll go through it also. دي الانكلينيشن. طيب الاذموس، الاذموس بتاع المصطلح الثاني الا وهو الدايركشن بتاع الويل، دايركشن اوف ذا ويل بور اون هوريزونتال بلان. يعني انا دايما الدايركشن ده هنا بقى اللي بحتاج فيه النورث بتاعي، انا عايز اعرف انا فين من النورث بتاع البير بتاع الدايركشن اوف ويل بور ان هوريزونتال بلان ميجر كلوك وايز فروم نورث ريفرنسز، يبقى كلوك وايز فروم نورث ريفرنسز اقدر اقول انا في الربع الاول من النورث، او اقدر اقول انا داون هول، او اقدر اقول انا 3 كوارتر، او اقدر اقول انا توتالي روتيتد من النورث. يبقى ده الدايركشن بتاع الويل بور بتاعي اللي على اساسه برضو متحدد بري بلاند عن طريق التارجت وعن طريق السيرفيس كوردينيتس. في برضو حاجه تانية مهمه جدا لازم اعمل حسابي عليها الا وهي الديب انجل، ان الفورميشن او الديبنج بتاع الفورميشن او الديبنج بتاع طبقات الارض ناتشرالي فيها ديبنج انجل. الديبن انجل في بعض الاحيان زي ما انا قلت في الاول ان انا ممكن اكون بحفر فيرتيكال دريلينج وانا انتنشنال تو بي فيرتيكال، يعني انا عاوز البير يبقى فيرتيكال وجايب الريج جهاز الحفر
حط اون ذا توب اوف ذا تارجت، وفي ميجرنج ديبس او في ديبس معين عايز اوصل له، عمق معين، وعايز احفر ليت سي 10,000 فيت مثلا. فانا بستارت من الزيرو واوريدي بحفر اون ذا توب اوف ذا تارجت، بس في غالبيه الفيرتيكال دريلنج ما بنستخدمش الميجرنج وايل دريلنج او الام دبليو دي، علشان بنقلل الكوست، بنعتمد على الروتري اسمبلي والدريلنج بارامترز بتاعتي. فاحنا بعد ما بنخلص حفر كفيرتيكال اللي هو المفروض يبقى زيرو ديجري عند بوتوم، بنعمل حاجه اسمها سنجل شوت. بنجيب تول هي بتعمل ام دبليو دي، مش بتعمل ميجرنج وايل دريلنج، مجرد بس بتقيس لي سنجل شوت، قرايه واحده فقط اقدر ارميها من السيرفيس وتنزل على البوتوم، تديني الانكلينيشن والازموث بس بتاع البوتوم. الميجرنج وايل دريلنج بيديني القياسات اول ذا واي اوف ذا ويل، يعني في كل البير اقدر كل مثلا 100 فيت كل 100 قدم اخد قرايه، لكن السنجل شوت دي مجرد ان انا برميها على البوتوم اللي هو بعد ال 10,000 فيت فور اكزامبل، وبتديني قرايه واحده بس. فانا بافاجئ، وده اللي انا عايز اقوله، انا بافاجئ فجاه ان انا عندي 7 درجات في البير، ان التارجت تحت ديفيدد 7 ديجريز او سام تايم 14 ديجريز ان سام تايم 15 او ما الى ذلك. فبيبقى المين ريزون مع الكنترول بتاع الدريلنج بارامترز ومع الهول كونديشن بيبقى فيه ديبنج، بيبقى الفورميشن نفسها فيها ديبنج. الديبنج ده ممكن يأثر لي على الدريلنج اسمبلي بتاعي، ويقدر يعمل لي ديفيشن للويل من الفيرتيكال. يبقى انا عندي حاجه اسمها ديب انجل، ودي حاجه ناتشرال للفورميشن. ايه هو الديب انجل ده؟ هي الانجل بتوين الماجنتيك فلوكس اند اللاين تانجنت تو ذا ايرث. يبقى ده الناتشرال ديبنج انجل اوف ذا فورميشن. الديبنج انجل دي هتلاقيها حوالي 90 قريبه من البولز، بتبقى حوالي 90 دي. انتوا متخيلين الديبنج او الانجل عند البولز بتبقى اراوند 90، وعند الدب بتبقى عند الاكواتور، الاكواتور بتبقى حوالي 0 ديجريز، فوق الاكواتور بلس، تحت الاكواتور ماينس. ده اللي هو خط الاستواء، ده بيبقى مجرد بس تصنيف ان احنا نبقى عارفين فين الـ او how much the dip angle of this area of this field of these formations. يبقى احنا في الاول علشان يبقى عندنا المصطلحات متجمعه مع بعض، يبقى عندي اللاتيتيود، ويبقى عندي اللونجيتيود، ويبقى عندي اليو تي ام والزون جريد، يبقى عندي الريفرنسز بتاعتي، بيبقى عندي الماجنتيك ديكلينيشن، بيبقى عندي الجريد كونفرجنس، بيبقى عندي الديبنج بتاع الفورميشن، بيبقى عندي الجي توتال، بيبقى عندي البي توتال او السترينث، الماجنتيك سترينث بتاع الفورميشن وبتاع الايرث في المنطقه دي. كل الداتا دي باخدها علشان اقدر احدد من خلالها الدايركشن اللي هو الازيموث والانكلينيشن اللي انا مطلوب مني اروحه من السيرفيس حتى التارجت. طيب لما ابدا حفر، لما يبدا دريلنج عندي، هيبدا عندي شويه اكسبريشنز هتقابلنا برضو ان شاء الله واحنا بنشرح. الاكسبريشن الاول الميجرنج ديبس. طبعا احنا الميجر ديبس، لو الناس اللي عندها اللي عملت ريك فيزيت او اللي راحت اشتغلت اوريدي لو هي فيلد انجينيرز، هتعرف ان احنا عندنا حاجه اسمها بايب تالي. البايب تالي هي مجموعه الدريل سترينج او الدريل كولر، انكلودد للدريل كولر والهيفي ويت والبايب لاينز والبايبس بتاعت الدريل سترنج بتاعي، وكل البي اتش اي بتتميجر ميجر باي ريك كرو. احنا بنعمل لها ميجرنج باي ريك كرو، بيحطوا لنا الميجرنج بتاعها. فالميجرنج بتاع الدبس بتاعي المفروض في الفيرتيكال ان الميجر دبس والفيرتيكال دبس الاثنين واحد، مفيش اختلاف ما بينهم. لكن انا في الدايركشن دريلنج اوريدي بعمل ديفيشن من السيرفيس لوكيشن واوصل بيه للتارجت، فاصبح ان انا عندي مور ميجر ديبس، ميجرنج ديبس في الغالب بيبقى عندي مور ميجرنج ديبس، وبيبقى عندي فيرتيكال ديبس. فالميجر ديبس ده هو الديستانس ميجر along the well path from one reference point to survey point. وانا قصدي بيها الوان ريفرنس بوينت بتاعتي هي غالبا بتبقى الروتري تيبل بتاع الريج. بعمل زيرو ديبس من الروتري تيبل بتاع الديبس، بعد كده ببدا احسب كل البايب بعد الدريل سترينج
والكولرز والهيفي ويتس اللي بتنزل، اللي هي غالبا بتبقى ستاند باي ستاند بري ستاند. الستاند بيبقى حوالي 90 فيت، كل سنجل بيبقى حوالي 3 سنجل 3 سنجلز، كل سنجل 30 فيت. بيبقى ببدا احسب، ده انا بتكلم لو احنا بنشتغل بالفيت والجي بي ام والجالون مش المتريك سيستم يعني. لو انا بشتغل عليه يبقى هلاقي عندي ان الميجر ديبس بتاعي هو الديستانس الميجر اللي انا بعمل لها ميجرنج، لكن اختلاف ساعتها هيبقى مختلف عندي الفيرتيكال ديبس او الترو فيرتيكال ديبس. الترو فيرتيكال ديبس هيبقى هو الترو فيرتيكال ديستانس ميجرد فروم ريفرنس بوينت تو سيرفي بوينت. يبقى الفيرتيكال ديستانس ان ذات in this case in our direction drilling case it will be different than measured depth. في اختلاف ما بينها وما بين الميجر ديبس. الميجر ديبس بيتقاس وفي الغالب هيبقى اكبر بكتير، يعني ممكن في بعض الاحيان يبقى عندنا الميجرنج ديبس 7000 فيت in the same point ال TVD او ترو فيرتيكال ديبس 6000 او 4000 فيت او 5000 فيت. يبقى احنا بنتكلم ان في ديفرنس ليه؟ لان انا اريد عملت هوريزونتال ديسبيسمنت او فيرتيكال سيكشن، خلانا ابعد عن الفيرتيكال وبالتالي بقى عندي ميجر ديبس وبقى عندي ترو فيرتيكال ديبس. برضه في مصطلح تاني اللي هو الكيك اوف بوينت، والمصطلح ده هيقابلنا كتير جدا في دايركشن دريلنج. المصطلح ده ببساطه شديده هو ذا فيرست بوينت وي ويل ستارت فروم ات تو ستارت تو ديفييت ذا ويل فروم ذا فيرتيكال. هنبدا من عندها. احنا دايما الدايركشن دريلنج ما بتبداش من الزيرو ديبس، يعني مش ابدا عندي من الزيرو اعمل انكلينيشن وازيموث، لا انا غالبا بحفر سم ديبس ديبس معين، يعني حوالي مثلا 1000 فيت 2000 فيت 5000 فيت. لما نعرف بعد كده انواع التايب اوف ويلز هنعرف ان في حاجه اسمها ديب كيك اوف ويل. هتلاقي مثلا البير عباره عن 10000 او 12000 فيت، بنبدا كيك اوف بوينت من 9000 فيت مثلا. يبقى انا عندي في التوقيت ده حاجه اسمها الكيك اوف بوينت. الكيك اوف بوينت هي الديبث بلو ذا كيك اوف بوينت ويل بي ستارت تو بي ديفرنت بتوين ميجر ديبث اند تي في دي، بس ذا اباف كيك اوف بوينت ويل بي ذا سيم ذا ترو فيرتيكال ديبث اند ميجر ديبث اولموست ذا سيم اف وي توك اباوت ذا نورمال كونديشن. يعني خلاص بقى الرياليتي اللي هو البير فيرتيكال 0 0. يبقى انا عندي ساعتها هيبقى عندي حاجه اسمها الكيك اوف بوينت، point below the surface location where the well is deflected from the vertical. يا ريت بس لو حد من الموجودين يقول لي انا بتكلم بسرعه ولا كلامي واضح. طيب الكيك اوف بوينت عندي بتديبند على سيفرال بارامترز، الجيولوجيكال كونسيدريشن عندي، الجيومتري بتاع الويل، وال ابروكسيميتلي نير باي ويلز. دي مهمه جدا برضه، يعني الكيك اوف بوينت عندي فيها اهميه شديده جدا ان انا ابقى عارف هبدا منين. الكيك اوف بوينت بتعتمد على ايه؟ بدايتي زي ما قلنا ان في عندي حاجه اسمها ديب كيك اوف بوينت وعندي حاجه اسمها شالو مثلا في بعض الاحيان. فهتلاقي ان احنا دي بتديبند على الجيولوجيكال كونسيدريشن، الجيولوجيكال كونسيدريشن عندي والجيومتري بتاع البير والنير باي ويلز. يعني على اساس الجيولوجيكال كونسيدريشن او الفورميشنز الموجوده عندي والسراوندنج، عندي ماونتينز، عندي سام سول دوم، عن شيل فورميشن، ايه الثيولوجي اللي انا موجود فيه، وعندي الجيومتري بتاع البيل، انا محتاج اعمل ايه؟ البي اتش اي بتاع ايه، هو نوع البي اتش اي اللي انا نازل بيه؟ البي اتش اي اللي هو البوتوم هول اسمبلي. ايه نوع البي اتش اي اللي انا نازل بيه؟ وعاوز هل هو بيلد ولا دروب ولا بيلد اند هولد، ولا عايز اعمل بي تانجنت سيكشن ولا بيلد سيكشن ولا دروب سيكشن ولا اس شيب. فيبقى ده الجيومتري بتاع البيل. والابروكسيميتلي اوف اذر ويلز، انا محتاج كمان اعرف النير باي ويلز بتاعتي، ودي مهمه جدا في الاوفشور دريلينج في البحر، لان بيبقى عندي في ان ذا سيم بلاتفورم وعندي ديفرنت سلوتس اقدر اعمل من ذا سيم بلاتفورم اقدر اعمل ابار كتيره جدا. فانا محتاج اعرف بالظبط كل بير عندي النير باي ويلز،
موجود فين واتجاهه ايه عشان ابدا عندي الديفليكشن بوينت بتاعتي او الكيك اوف بوينت بتاعتي. برضو مهم جدا ان احنا نعرف في فرق ما بين الهوريزونتال ديسبليسمنت والفيرتيكال سيكشن. الفيرتيكال سيكشن عندي ده البير بتاعي، ده الريج بتاعتي، وده الستارت بوينت سيرفيس لوكيشن، وده التارجت بتاعي او التارجت لوكيشن عندي. فانا عندي زي ما احنا قلنا ده الفيرتيكال الترو فيرتيكال ديبس، الجزء الفيرتيكال بتاعي، وده بيبقى اقل من الميجر ديبس. شايفين الجزء اللي معمول كيرفيتشر ده؟ ده كده اوريدي الدريل سترنج بتاعي والهيفي ويتس والدريل بايبس بتاعتي نازله من البير سنجل باي سنجل 30 فيت بير 30 فيت او ستاند بير ستاند 100 فيت او 90 فيت بير 90 فيت لغايه ما اوصل للتارجت بتاعي. وان ذيس كيس مثلا لو قلنا ان ده 6000 فيت، هتلاقي عندي مثلا في الميجر ديبس هتلاقي عندي الترو فيرتيكال ديبس 5500 مثلا. يبقى الاختلاف ده ناتج عن ايه؟ عن الفيرتيكال سيكشن. يبقى الجزء الفيرتيكال سيكشن هاو ماتش اواي ذا تارجت بوينت فروم ذا فيرتيكال ستارت بوينت او السيرفيس بوينت بتاعتي. طيب الهوريزونتال ديسبليسمنت بقى هي الجزء افتر وي لاند خلاص على بقينا 90 ديجري. الهوريزونتال ديسبليسمنت اقدر اعتبر ان التارجت بتاعي لازم يكون عندي هنا جزء فيه هوريزونتال، والهوريزونتال ده the most cases the vertical TVD will be the same. يعني ال TVD بتاعي الترو فيرتيكال ديبس بتاعي هيبقى نفس الرقم. يعني هتلاقي عندك الميجر ديبس مثلا 6000 فيت وهتلاقي ال TVD 5800 وبعد كده هتلاقي الميجر ديبس 7000 فيت وهتلاقي برضه ال TVD عندك 5800 فيت. ده هنا الفكره بتاعت ان يبقى عندي horizontal displacement. ففي عندي فرق ما بين الهوريزونتال ديسبلينسمنت the last point of the target how much away from the vertical او the last او the deepest vertical will point. لو احنا عملنا لها section view او لو عملنا لها plan view in this case هتبقى هي دي كل دي هي الهوريزونتال ديسبلينسمنت. لكن الفيرتيكال section هو بس how much this point will be changed or be away from the vertical line of the well. يبقى ده برضو مصطلح تاني. يبقى احنا عملنا ايه في الجزء الاولاني بتاعنا؟ عملنا introduction حول كل ما يخص ال direction drilling تقريبا من expressions ومن ال locations ومن ال coordinates و how to decide the surface location and the target location and then you start your direction drilling. طيب هناخد بقى دلوقتي الجزء الثاني من البارت نمبر 2. الجزء الثاني من الدايركشن دريلنج برزنتيشن النهارده هنتكلم عن الويل بلاننج، وده اللي احنا قلناه ان احنا هنعتمد على الاكسبريشنز اللي عرفناها في الانترودكشن في بارت 1. طيب لو احنا عايزين نعمل دايركشنال ويل بلاننج محتاجين require the following information. محتاجين شوية information مهمة جدا عن طريقها هنحدد شكل البير هيمشي ازاي بالطريقة بتاعتها. أول حاجة هنحتاجها في الويل بلاننج هو زي ما احنا قلنا السيرفيس والتارجت كوردينيتس، وده احنا اتكلمنا عنها باستفاضة اللاتيتيود واللونجيتيود والريتوينزيم زون بتاعتي وكل ما يخص اللوكيشن بتاع التارجت والسيرفيس كوردينيتس. طيب حاجة تانية مهمة جدا هي الشيب بتاع التارجت نفسه والسايز بتاع التارجت. هل في الغالب احنا بنحدد التارجت مش از بوينت، احنا بنحددها از سيركل. يعني ما ينفعش تيجي تقول لي ادخل لي في اللوكيشن ده اوصل لي لغاية اللوكيشن ده والزيرو زيرو انترنس. احنا بنعملها بس لازم يبقى عندي سيفتي سيركل بتحدد لي التارجت بتاعي. فمثلا بيقول لي انت معاك 50 فيت راديوس للسيركل بتاع التارجت، تقدر تدخل in any point in the any point of this circle. انت بقى تقدر تقول انا بعدت عن التارجت within 10 feet 20 feet 15 feet او sometime انت بتقول ده انا zero center، انا دخلت التارجت من السنتر.
يبقى برضو لازم اعرف السايز والشيب بتاع التارجت، لان من ضمن الابلكيشن بتاعت الدايركشن دريلنج ان انا اعمل دايركشن دريلنج بسبب الثيكنس بتاع الفورميشن از فيري 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 لو، يبقى تبقى هي ثين فورميشن، انا محتاج ادخل فيها لاترال. علشان كده في الغالب الهوريزونتال دريلنج بيبقى فيه لاترال اكسبلوريشن كتير جدا، بيتعمل عن طريق اللاترال او عن طريق الهوريزونتال ديسبليسمنت. الهوريزونتال ديسبليسمنت بيبدا الناس بتوع الجيولوجيا يطلب منك انك تدخل هوريزونتالي از يو كان، سام تايم يو اند يور فينيش يور ويل ويزن 5000 فيت اند اور 10000 فيت اند ذن يو جو ثرو ذا هوريزونتال ديسبليسمنت around another 5000 feet or 10000 feet. يبقى انت بتحاول تمشي على قد ما تقدر في الاكسبلوريشن. يبقى السايز والشيب بتاع التارجت مهم جدا لو انا عايز اعمل ويل بلان. برضو في حاجه تانية مهمه اللي هي اللوكال ريفرنس كوردينيتس. اللوكال ريفرنس كوردينيت والمقصود بيها هنا دي للمالتي ويل. لما يبقى عندي سايتس فيها مالتي ويلز مهم جدا ان انا ابقى عارف كل الويلز اللي حواليا نير باي ويلز اماكنهم فين بالظبط تو افويد الكولوجن. انا عندي من ضمن البروجرامنج بتاع الويل بلاننج ان انا اعمل انتي كولوجن. انتي كولوجن لازم لازم اعرف الريشيو ان اول ذا واي اوف ذا ويل باث، لازم اعرف الريشيو ما بيني ما بين التارجت اللي انا قلت لكم عليه التارجت سيركت من شويه، هيبقى التارجت سيركت بتاعي فين والنير باي ويل ان ذا سيم بوينت، الديستانس ما بين السنتر بتاعي وما بين السنتر بتاعي النير باي ويل قد ايه؟ لان دي ريشيو المفروض ان انا على اساسها اعرف اذا كان عندي انتي او عندي كولوجن ايشو ولا لا، ممكن يحصل تصادم او يحصل اكسيدنت ولا لا. فدي بتبقى مهمه جدا عندي اللي هي اللوكال ريفرنس كوردينيتس، بتبقى في المالتي سايت ويل. برضه طبعا اساسيه في الاوفشور لما يبقى عندي بلاتفورم، ان ذا سيم بلاتفورم يو هاف 100 ويلز you have 50 wells so you need to know all the coordinates of all nearby wells to avoid the collusion بتاع all the wells. طيب برضو بيبقى محتاج ال required well inclination when entering the target horizon. انا محتاج ادخل بانكلينيشن قد ايه للتارجت. sometime الجيولوجيا او الراجل الجيولوجي يدلي بالظبط بيقول لي ما تعديش انكلينيشن في التارجت ده عن رقم معين، وبيدخل فيها حسابات كتيره للدريلنج برضو علشان لازم احسب حاجه اسمها الدوج ليج سيفيريتي بتاعتي، وعلشان الكيسنج بروجرام والبي اتش اي وافويد اول ذا ستاك سيتويشن، حاجات كتيره بحتاجها. وبرضو ان سام تايم ذي نيد تو جو ان سبيسيفيك انكلينيشن علشان الجيو ستيرنج اتسلف، عايزين يعملوا جيو ستيرنج، يعملوا اكسبلوريشن للريزرفوار عندي، وعايزين يعرفوا كل الاتجاهات المختلفه في الريزرفوار علشان يحسبوا حاجات كتيره منها البي في تي مثلا فور اكزامبل، البريشر فوليوم تمبريتشر الكالكوليشن بتاعتها للريزرفوار، وعشان يعرفوا الاكوفر فين، وعشان يعرفوا هاو ماتش سترونج ذا ريزرفوار والناتشرال بريشر بتاعه، وحاجات كتيره يقدر من عن طريق جيو ستيرنج يحدد فيها. فبيحددوا لي الريكوايرد انكلينيشن لازم اكون عارفها. الليثيولوجي، الليثيولوجي مهم جدا، الليثيولوجي بتاع الفورميشنز لازم يبقى عندي الفورميشن تايبس بتاع التارجت اللي انا شغال فيه، لازم ابقى عارف التي في دي بتاعت الفورميشن توبس، ودي حته مهمه جدا خلي بالكم منها، ان اي تارجت او اي بير في دايركشنال بحدد الفورميشن توبس بتاعتي بحاجه اسمها السب سي تي في دي. سب سي تي في دي، السب سي تي في دي ده بافويد اي ديفرنت ان ريفرنسز، انا بسميه سب سي تي في دي، ولما بروح اي فيلد باخد السب سي تي في دي فاليو واشوف بقى عندي المين سي ليفل قد ايه والريفرنس قد ايه وانا اباف ولا بلو، وابدا اطرح واجمع عشان ابدا احسب الترو فيرتيكال ديبس بتاعي، وعن طريقه اقدر اعرف بالظبط انا فين. فعلشان كده الليثيولوجي عندي والفورميشن توبس تبقى مهمه جدا، لان دي بتبقى تارجتس عندي، بيبقى عندي تارجت معين ان انا انزل مثلا ال 958 انش كيسنج ان سبيسيفيك فورميشن، وبعد كده ان ديفرنت وان مثلا انا محتاج ان انا اكفر الفورميشن معينه بالكيسنج
علشان الفورميشن بريشر بتاعي لازم اغير له المد او الهيدروستاتيك بريشر عن طريق تغيير المد ويت وعن طريق تغيير المد تايب والديسبليسمنت اللي بيحصل. فعن طريق الكلام اللي انا بحكي فيه ده بنحدد الكيسنج بوينتس في البير. يعني البير بتاعنا ممكن يبقى 3 سيكشنز او 4 سيكشنز او 5 سيكشنز، افري سيكشن ويل بي كفرد ويز كيسنج. طب انا بحدد الكيسنج بوينت عن طريق ايه؟ عن طريق البلاننج اللي انا بعمله في البير لازم يكون قايل لي الثيولوجي والتارجت للثيولوجي والفورميشن تايب اللي هو محتاجه. برضو الاوفست ويل بيت والبي اتش اي داتا. الاوفست ويل بيت ريكوايرد، يعني هبقى محتاجه بقى لازم اكون عارف عندي البيت ووك البيلدنج تندنسز بتاعت البي اتش اي، لازم يكون عندي البي اتش اي اللي انا هنزل بيها او انا احددها او اساعد في تحديدها الافيلابيلتي الموجوده. هل البي اتش اي اللي موجوده معايا عن طريق الداتا اللي هتدوها لي، هنزل لكم ببيلد اب اسمبلي بيلدنج اسمبلي ولا دروب اسمبلي ولا هولد اسمبلي، هبدا احدد النمبر اوف ستابلايزرز، هبدا احدد نوع البت، هبدا احدد نوع المد بروجرام عندي. في بعض الاحيان اقدر اتدخل فيه، انا بتكلم كشركه هتحفر بشكل عام، يبقى لازم اعرف الاوفست والبت والبي اتش اي داتا. الكيسنج بروجرام والدريلنج فلويد تايبس. الكيسنج بروجرام مهم جدا عندي لانه على اساس الدوج ليج اللي انا هعملها ليها ليميتيشن موجوده في الكيسنج بروجرام، يبقى لازم اكون عارف الكيسنج اللي هينزل الليميتيشن بتاعت الدوج ليج بتاعته علشان اقدر ما اتعداش الدوج ليج بتاعتي. واحنا قلنا الدوج ليج سيفيريتي ده اكسبريشن كان لازم نتكلم عنه بصراحه. الاكسبريشن ده هو هاو ماتش ذا سيفيريتي ويل بي ان ات سادن تشينج في الانكلينيشن وصادن تشينج في الدايركشن. يعني انا لما اغير صادن الانكلينيشن والدايركشن هيعمل لي دوج ليج. الدوج ليج دي في ليها ليميتيشن كبير في وجود الكيسنج، يعني الكيسنج يقول لي الماكسيمم دوج ليج اللي يقدر ينزل بيه الكيسنج هو اكس نمبر، يبقى انا ما ينفعش اعدي الفاليو بتاعت الاكس علشان اقدر بعد ما اخلص البير بتاعي الدايركشن دريلنج بيل وعايز اعمل راننج للكيسنج ما تحصليش مشاكل الستاك، يبقى انا كده ما استفدتش اي حاجه وضيعت وقت. وزي ما قلنا الدريلنج فلويد تايبس دي برضو اللي بيحدد على اساسها كل فورميشن هنحتاج الهيدروستاتيك بريشر بتاعها قد ايه. انا بتكلم عن النورمال دريلنج، مش بتكلم على الاوفر بالانس دريلنج او الاندر بالانس دريلنج، بتكلم على العادي الكونفنشنال بتاعي النورمال دريلنج بتاعي اللي لازم يكون عندي الهيدروستاتيك بيكفر الفورميشن بريشر عشان ما يحصليش بلو اوت، في نفس الوقت ما ينفعش يبقى كبير قوي علشان ما اعملش بريكنج للفورميشن وبالتالي يحصل لوسنج لوسز عندي من الفلويد. محتاجين البوتنشال هول بروبلمز. اكشولي النقطه دي لو عندي هيستوريكال او هيستوري في الاريا اللي انا فيها ممكن ابقى عارف في شركات كتيره بتحفر بوتنشال وفي شركات بتعمل اكسبلوريشن. البروديوسنج كومبانيز بتبقى اوريدي عارفه الفيلد بتاعها، فتيجي تطلب من الشركات اللي هتعملها دايركشن دريلنج تقول لها انا مش عاوز، انا عايز اكفر الفورميشن دي لان مشاكلها كبيره جدا، السولت عندي فيري اجريسيف وممكن يعمل لي لوسز وممكن يعمل لي ستاك كتير جدا، الجزء بتاع الشيل ده ما هواش ستيبل وممكن يعمل لي كيفنج وممكن يعمل لي هال امبريشن وبالتالي ممكن يعمل لي ديفرنشال ستاك الجزء بتاع الفورميشن وهكذا. فانا البوتنشال هوب بروبلمز لازم اكون ايه البروبلمز الاكسبكتد اللي عندي واللي عن طريقها احدد ايه الويل باث بتاعي. برضو زي ما احنا اتكلمنا في الكوليوجن، لو انا عندي اكشوالي there is on the side there is too many wells around my actual well، خلاص انا محتاج الديفينيتيف سيرفي داتا، انا محتاج الاكشوال سيرفي داتا للبيرز. في بعض الاحيان بنروح نحفر في اماكن اوريدي فيها 100 ويلز او 50 ويلز او 20 ويلز وبس، الابار دي اتحفرت من سو ميني ييرز، اتحفرت من 100 يير. في بعض الاحيان احنا اوريدي دي حصلت اكشوال كيسز، رحنا حفرنا في اماكن الابار اللي موجوده فيها محفوره من عشرات السنين، فلما يجي يقول لي ده الاكشوال سيرفيز داتا الانكلينيشن والازيموس والديفيشن والحاجه بتاعتها، انا ارفض ان انا ابدا واخدها اكشوال من غير ما اعمل لو في امكانيه. طبعا انا بتكلم على الكوست، لازم نخلي بالنا من الكوست، لو في امكانيه ان انا اعمل لها سيرفي داتا تاني ان انا ابدا
اقرا قراياتي من اول وجديد للموست اكسبكتد كولوجن ويل، يعني خلاص في بير انا قريب منه جدا، لا الافضل ان انا اعمل له ري سيرفيينج، في سيرفيز انسايد كيسنج وفي سيرفيز اوبن هول، ان انا اعملها سيرفي عشان اقدر ابقى ديفينيت بعيد جدا وافويد اني كولوجن، اي ريسك في كولوجن عندي ممكن يقابلني. طيب هنتكلم بقى على انواع الويل بلاننج، انا قلتها بالعموم بس خلينا نتكلم بالتفصيل، ان انا عندي حاجه مثلا اسمها البيلد اب والدروب اوف ريتس. لو انا احنا عايزين بقى ايه نبدا نعمل بيلد اب في يومين ستارتنج من الكيك اوف بوينت، احنا اتفقنا ان الكيك اوف بوينت ذا فيرست بوينت وي ويل ستارت تو ميك ديفليكشن اوف ذا ويل اواي فروم ذا فيرتيكال. طيب يبقى انا عندي يا اما هعمل لها بيلد يا اما هعمل دروب. طب الريتس بتاعتي او المصطلحات دي بتعتمد على ايه؟ الاوبتيمم بيلد اب ودروب اوف ريتس في الكونفنشنال دايركشنال ويلز بتبقى حوالي 1.5 ديجري اب تو 30 ديجري بير 100 فيت. يعني في ريت امشي فيه، يعني انتوا فاهمين ان انا الفيرتيكال ويل عندي زيرو، اقدر اوصل من زيرو لغايه مثلا 10 درجات او لغايه 20 ديجريز او سام تايمز دايركتلي تو 90 ديجريز. الريتس دي ما انا ممكن اقدر اعمل 30 ديجري بير 100 فيت على طول في 30 درجه في 100 قدم بير ستاند. طب مشاكلها ايه عندي؟ هل انا البي اتش اي بتاعتي كلها تقدر تو جو ثرو ذيس دوج ليك سيفيريتي؟ هل الكيسنج بعد كده يقدر ينزل؟ هل لما لو انا عندي لوجينج تول ال دبليو دي لوجينج وايل دريلينج وعندي موتورز وعندي دايركشن تولز، هل كل دول هيقدروا يعدوا ويخرجوا من غير تو افويد اني ستاكينج او ستيكينج بروبلمز؟ يبقى لازم ابقى عارف التوتال ديبث بتاع البير قد ايه، ده بيفرق معايا جدا التوتال ديبث، وببقى لازم ابقى عارف برضو الماكسيمم تورك اند دراج ليميتيشن. التورك والدراج ليميتيشن بتاعي لازم يعتمد على البي اتش اي والكيسنج وكل الحاجه اللي عندي، لاني الماكسيمم، لان كل ما هزود في البيلد اب والدروب اوف ريتس والدوج ليك سيفيرتي هتزيد معايا هيحصل لي مشاكل كبيره في التورك والدراج، فلازم اعرف الليميتيشن بتاعتي وايل روتيشن اول ذا واي ولا وزاوت روتيشن في السلايدنج في حاله البي دي ام. برضو الميكانيكال ليميتيشن بتاعت الدريل سترينج او الكيسنج، ودي انكلودد برضو في التورك والدراج ليميتيشن، وفي اللوجينج تول زي ما قلنا في البرودكشن سترينج. طيب لو اتكلمنا بقى على التايب اوف ويل بروفايلز، بصوا هو الثلاثه تايبس دول هما المين ثري تايبس اوف اول دايركشن دريلينج انكلودينج الهوريزونتال دريلينج، يعني الهوريزونتال دريلينج كان بي اني وان اوف ايتش ويل بروفايل. يعني اول ويل بروفايل عندي هو بيلد اند هولد، هو مجرد اني بعمل فيرتيكال ديبث عندي، بحفر جزء فيرتيكال وبعد كده بستارت بالكيك اوف بوينت عندي واعمل الديزاير، خلاص انا حددت عندي هعمل قد ايه بيلد اب ريت، وعايز اعرف عن طريق الثيولوجي داتا وعن طريق المود بروجرام وعن طريق الكيسنج ليميتيشن والويل بروجرام بشكل عام بكل الانفورميشن ذات اي هاف، يبقى عايز اعرف قد ايه الجزء بتاعي اللي هيبقى كيرفيتشر وبعد كده هيبقى في جزء تانجنت. الجزء ده البير ده اسمه بين اند هول تراجكتوري، في حاله الهوريزونتال هنكمل هوريزونتال ديسبيسمنت في اللاترال سيكشن. يبقى ده النوع الاولاني كيك اوف بوينت بيلد اب سيكشن وتانجنت سيكشن. النوع الثاني اس شيب تراجكتوري، اس شيب ان انا ابدا بجزء فيرتيكال وبعد كده اعمل بيلد واعمل جزء تانجنت وبعد كده ادروب تاني لزيرو. كل الحكايه في الاس شيب ده في الغالب بيبقى في عندي ريستريكتد اريا ذات اي كان جو ثرو ذا ريج ان انا اعمل فيرتيكال ديبس. يعني تخيلوا لو انا عندي الريج دي اون ذا توب اوف ذا تارجت، لو انا هنا طبعا ده هيبقى افضل بكتير. ليه بقى؟ انا هعمل ريديوس للكوست عالي جدا، هوفر كوست كبير جدا. خلي بالكم الدايركشن دريلنج از مور كوستلي ذان فيرتيكال دريلنج، يبقى انا عندي الكوست ده حاجه مهمه جدا. فلو انا اقدر اجيب الريج دايركتلي اون ذا توب اوف ذا تارجت اي ويل هاف فيرتيكال دريلنج، بات ان ذيس كيس اي هاف سام ريستريكشن، يعني في سام ريستريكشن خلتني
I have to go to through the directional drilling. حلو كده؟ يبقى الكيك اوف بوينت بتاعتي، وبعمل البيلد اب ريت، وبعمل تانجنت سيكشن، وبعد كده الدروب سيكشن، وابدا انزل بجزء هولد او دايركتلي اوصل للتارجت. الجزء ده بنسميه اس شيب، وده في الغالب برضو بيبقى معايا في الكوريكشن رانز. لو انا عايز ارجع التارجت البير بتاعي اللي هو بقى مثلا هو اوريدي عامل ديفيشن او راح في رونج دايركشن او رونج انكلينيشن، وانا عايز ارجعه تاني للزيرو، فده بستخدم الحاجه دي. البيلد اند هولد تراجكتوري في الغالب برضو بيبقى في السايد تراك بستخدمه. التالت واحد اسمه الديك ديب كيك اوف، ده ما بيبقاش فيه هولد سيكشن خالص، ده مجرد فيرتيكال دريلينج لغايه الكيك اوف بوينت بتاعتي، وبعد كده بعمل بيلد سيكشن للتارجت على طول دايركتلي. وقلنا البيلد اب ريت والدروب اوف ريت بتديبند على الجيولوجيكال فورميشن وعلى البي اتش اي اسمبلي وعلى الكيسنج بروجرام وعلى المات تايب وعلى الفورميشن بريشر، على حاجات كتيره اقدر اخدها، وفين عندي السيرفيس لوكيشن وفين عندي التارجت لوكيشن، اللي عن طريقها اقدر احدد ايه اللي انا محتاجه من الويل بروفايل. علشان كده دايما في الديسيجن بتاع الدايركشنال دريلينج بيبقى اول ذا تيم والجاذرنج توجذر، خلاص لازم يبقى كل التيم موجودين، كل البوينت اوف فيوز موجوده ان ذا سيم تيبل. بيبقى عندنا الدريلينج تيم، وعندنا الريزرفوار تيم، ويبقى عندنا الناس بتوع البرودكشن، ويبقى عندنا الاكسبلوريشن، كلهم بيبقوا مجتمعين مع بعض علشان الديسيجن. كل واحد بيقول الريستريكشنز اللي عنده. الناس بتوع الريزرفوار بيقولوا ريستريكشن ان احنا ما ينفعش نجو سام بي زونز، وي ويل ديستروي ذا مين بوتنشال باور بتاع البي زون. مثلا لو انا دخلت في فورميشن البريشر بتاعها اعلى او اقل من البريشر اللي فوقيها او تحتيها، في بعض الاحيان ممكن اتسبب في عمليه كيك اوف، او يحصل لي انفيشن للفورميشن من المض اللي عندي، وده يعمل لي ديستروي لكل البوتنشال الموجود في الريزرفوار. الناس بتوع البرودكشن يقول لي انا عندي ليميتيشن في التيوبنج اللي هنزل بيها، وفي الكيسنج او اللاينر اللي هنزل وهعمل انتاج منه او برودكشن بعد ما تخلصوا حفر. الناس بتوع الحفر عندهم ريستريكشن للدوبليك سيفيرتي، عندهم ريستريكشن لل ريفوليوشن بير مينت الار بي ام، الروتيشن اللي هيحصل لو انا عندي دوج ليج عاليه مش هعرف الف، ممكن يحصل لي ستاك. لو انا حفرت مش بالابروبريت مض ويت او المض بروجرام بتاعي، ممكن يحصل لي ستيك بسهوله جدا، ديفرنشال ستيكينج او ميكانيكال ستاك او اي نوع من انواع الستاك اللي ممكن يقابلني. يبقى الويل بروفايل ده مهم جدا جدا في الدايركشنال دريلنج، ومهم جدا يحصل اوفر فيو ميتنج ان كل البوينت اوف فيوز علشان نحدد الويل بروفايل، وبعد كده نبدا نطبق. طب تطبيق الويل بروفايل ده هندخل بقى على الجزء الثالث من البرزنتيشن بتاعنا اللي هي الديفليكشن تولز. انا خلاص اوريدي اخدت الديسيجن بتاعي ان هيبقى عندي دايركشن دريلنج ويل، وكل احتماليات الفيرتيكال دريلنج اوريدي اواي، خلاص خرجناها اوت اوف بيكتشر، لان دايما البريوريتي للفيرتيكال دريلنج زي ما قلنا ان هو مور او هو ليس في الكوست ذان الدايركشنال دريلنج. فخلاص انا مش هينفع اعمل فيرتيكال، وهي اوريدي ستارت تو ميك اول جاذرنج فور ذا ريكوايرد انفورميشن، وعملت ديسيجن لهاو ماتش ويل بي ذا ويل بلان او الويل بروفايل بتاعي. فانا اريد دلوقتي عايز اطبق بقى الويل بروفايل. خلاص هندخل بقى هنستخدم ايه هي الدايركشنال دريلينج اكويبمنت اللي هتقدر تعمل لي ديفليكشنز، او تولز اللي هتقدر تعمل. احنا عندنا الديفليكشن تولز مينلي فور تولز او فور كايند اوف تولز. في عندنا وايب ستوك، والوايب ستوك دي يعني هي اساسيه غالبا في عمليات السايد تراك، وايب ستوك بتاعك وهنتكلم عنها بالتفصيل. والجيتنج اكشن وهو ريرلي يعني هو قليل خلاص ما عادش بيستخدم، هو اولد تكنيك بس هنتكلم عنه لان هو في 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 ايريالي كان لي وجود في في الرياليتي، فكان لازم نتكلم عن الجيتنج اكشن. بعد كده عندي الموتورز وبينت اب، وخلي بالكم انا قصدي هنا البينت اب،
غير البوزيتيف ديسبيسمنت موتور او البي دي ام. وبعد كده اخر حاجه ذا موست ادفانسد هو الروتري ستيربو سيستم، وانا عارف ان في جزء خاص في الكورس بيتكلم عن الروتري ستيربو سيستم، فعشان كده انا مش هذكره عندي في البرزنتيشن بتاعت النهارده، فانا هكتفي بالكلام عن الوايب ستوك والجيتنج اكشن والداون هول موتور بين صب، وهنتكلم بالتفصيل ان شاء الله عن البي دي ام او البوزيتيف ديسبيسمنت موتور. هنبدا كلام عن الوايب ستوك. الوايب ستوك it consists of what؟ يعني ايه الوايب ستوك دي؟ الوايب ستوك دي عباره عن لونج انفيرتد ستيل ويج. هي عباره عن لونج ستيل ويج انفيرتد، وفيها at the bottom حاجه اسمها تشيزل بوينت، وات ذا توب في حاجه اسمها هيفي هيف كولر. يبقى عندي هيفي كولر ات ذا توب وعندي ات ذا بوتوم تشيزل بوينت. دي عباره عن ايه دي؟ الوايب ستوك دي كونكيف، يعني دي كونكيف وان سايد تو هولد اند جايد الديفليكشن دريلنج او الميلنج اسمبلي. هي مجرد تول حته حديد كده او ستيل عندي نقدر نقول، وهي بتنزل اوريدي ديفييتد، بتتركب على الكيسنج غالبا، وفي بعض الاحيان في الاوبن هول، لكن احنا بنتكلم في الكيسنج سايد، بتنزل على الكيسنج وبتعمل لك ديفليكشن لاي تول من التوب لغايه البوتوم، بحيث ان انت تروح ان سبيسيفيك دايركشن. طب التشيزل بوينت اللي فيها، اللي احنا قلنا عليها في تشيزل بوينت عند البوتوم بتاعي، التشيزل بوينت دي دي بتبريفنت التول فروم تيرنينج. خلاص انا عندي تشيزل بوينت من تحت على اساس لما
سوري قاعد. نعم أستاذ، إذا ممكن ترجع الشير سكرين وتكمل المحاضرة. معذرة لو النت قطع. مو مشكلة، تمام. تمام. طيب احنا كنا لسه بنتكلم عن الديفليكشن تولز، الوايب ستوك بتاعنا، قلنا ان في هي تشيز فيها كونسيست اوف انفرتد ستيل ويج، وفي تشيز البوينت ات ذا بوتوم، وده بيمنع العفو، بس التيرنينج سوي اللي شير فوق. سكرين إذا ممكن. هي اوريدي شيرد ايضا اي ثينك. لا مكسورة. طب معلش نعمل لها شير تاني. اوكي اوكي ناو تمام، تمام. تفضل. طيب بنتكلم لسه على الديفليكشن تولز، وبنقول ان ذا فيرست تول وي هاف الوايب ستوك، وقلنا الوايب ستوك دي لونج انفرتد ستيل ويج، بتنزل على الكيسنج، بتعمل لي انتنشن دايركشن انا عاوزه، محتاج ان انا اوصل اخرج منه من الفيرتيكال، بعمل لها سيتنج، بيبقى عندي فيها at the bottom في chisel point و at the top في heavy collar. ال chisel point at the bottom دي prevent tool from turning، وال heavy collar at the top ده بيعمل withdrawal tool from the hole، يمنع لي ان التول نفسها تقع في البير او في الهول بتاعتي، وبالتالي بيبقى انا already create او invent intention inclination و azimuth في البير، لما انزل باي حاجه لها علاقه بالبي اتش اي هتجو ثرو الوايب ستوك، وبالتالي هقدر اخرج ان سبيسيفيك دايركشن ويز سبيسيفيك انكلينيشن بالوايب ستوك بتاعتي. طيب التايب اوف وايب ستوكس، في عندي ستاندرد ريموفابل وايب ستوك، الستاندرد ريموفابل وايب ستوك، في عندي تو مين تايبس اوف وايب ستوك، الستاندرد ريموفابل وده يوست بعمل بيه كيك اوف للويلز خاصة في حالة السايد تراك، ده الستاندرد ريموفابل وايب ستوك. طيب وايب ستوك ده يوزد ويز دريلنج اسمبلي، بتبقى دريلنج اسمبلي العادية اللي هي بتتكون من البيت والسبايرال ستابلايزر، بيبقى عندي اورينتيشن صب موجود فيها، و بيبقى موجود في الاتاتش بتاعها بالوايب ستوك، وفيها شير بين، ومعايا ات ذا بوتوم الميل او الفيش او البيت او وات ايفر انا هنزل في الاوبن هول او الكيسنج. في التوقيت ده بعمل سيتنج للوايب ستوك عن طريق ان انا برانن هول بيها، وبعد كده بعمل لها اورينتيشن عن طريق الاورينتنج صب، اعمل دروب للجايرو، غالبا انا ببقى جوه الكيسنج فالام دبليو دي ما بتبقاش افيلابل معايا، فبنزل في بالجايرو داتا جوه الكيسنج، اخد الاورينتيشن او اخد الريدنج بتاعه الدايركشن او التول فيس بتاع الوايب ستوك بتاعي موجود فين بالظبط، وبعد كده اعمل له ويتنج او سيتنج، واعمل انكريز للويت بحيث ان الشير بوينت او الشير بين بتاعي يحصل له شيرنج، ويبدا يسيب لي الوايب ستوك في مكانها، واعدي جروث ثرو ات، واكمل حفر اعمل ويندو خارج الكيسنج مثلا 100 فيت، بحيث ان كل الدايركشن تولز بتاعتي هتبقى خارج الاوبن هول، وبعد كده بعمل بول اوت اوف هول للميلينج اسمبلي دي، وابدا انزل بالروتري اسمبلي او الدايركشن اسمبلي بتاعتي، وهي اوريدي هتبقى اخده نفس الدايركشن بتاع الوايب ستوك. يبقى الوايب ستوك عندي استخدمناها ان انا بقدر اعمل اروح للريكواير دايركشن المطلوب مني بعد ما عملت لها سيتنج. ده اول نوع اسمه ستاندر ريموفابل وايب ستوك. النوع الثاني اللي هو البيرمننت كيسنج وايب ستوك، ده بينزل مع الكيسنج وبيفضل ما بشيلوش تاني من البير، من اسمه يعني هو اسمه بيرمننت كيسنج وايب ستوك ديزاين تو ريمين بيرمننتلي ان ذا ويل. وفي جزء ثالث بينزل مع التيوبينج نفسها الوايب ستوك، هي ذا سيم ايديا بس ان ديفرنت بي اتش اي. يبقى ده ذا فيرست ديفليكشن تول وي هاف الوايب ستوك. سكند وان الجيتنج، وزي ما احنا قلنا الجيتنج ده اولد تكنيك بقى ريلي يوزد توداي،
بس احنا هنتكلم عنه عشان يبقى فاهمين المين ايديا بتاعه. هو الفكره ان هو بنستخدم فيه احنا بنعتمد فيه على الهيدروليك بتاعي، ان انا بيبقى عندي غالبا بيت دايركشن بيت بيبقى فيه 3 نوزلز، في الغالب بيبقى 1 نوزل از ماتش هاير او لارجر ذان ذا اذر سكند ايه نوزلز. بالتالي ان النوزل اللي هي اكبر من الاثنين الاخرين الهيدروليك او الفلويد اللي طالع منها بالهيدروستاتيك بريشر اللي طالع منها هو ده اللي هيعمل لي دايركشن للاتجاه بتاع اللارج نوزل او اللارج تي اف اي توتال فيس اريا بتاع النوزل دي اللي موجوده عندي في الحاله بتاعتي. خليني اجيب لكم برضو الليزر بتاعي. يبقى انا عندي اللارج نوزل هو اللي هيعمل لي ديفيتد للبير في الاتجاه اللي انا عايزه عن طريق الجيتنج. فده بيبقى عباره عن 3 نوزلز، واحده منها كبيره جدا والاثنين التانيين از نورمال سايز. بعتمد فيه على الهيدروليك تو ديفيت ذا ويل بور. في الغالب ما بقدرش اتحكم هنا في الجيت فيتنج غير في السوفت فورميشن بس، لانه مش هيقدر يعمل لي انف هورس باور او البريشر required pressure ان انا اعمل breaking information in our direction without يعني ان انا يحصل لي lay down للتول in the vertical. ما تنسوش ان انا في ال directional drilling ببقى against ال gravity، ببقى against ال vertical، لان ال gravity بتاعت التول دايما اللي عايز تروح لل low side، ودايما بيحصل vertical، بيبقى عندي في ال vertical bear بتاعي. لكن في بعض الاحيان عشان برضو الحق يقال ان الـ في بعض الاحيان في الفيرتيكال هول بيحصل لنا اكسيدنتلي دايركشنال وورك، وده بيبقى اجينست برضو الجرافيتي، بس بيبقى بيعتمد على الديبنج وبيعتمد على كل الافكتس اللي احنا قلناها فوق. طيب بيبقى احنا قلنا هنا بنستخدم سبيشال جيت بيت، او في بعض الاحيان بنستخدم نورمال سوفت فورميشن بيت بنستخدمه عباره عن فيري لارج نوزل وتو سمول جيت نوزلز. الجيتنج في الغالب بيعمل لي هاي دوجليك سيفيريتي في السوفت فورميشن. خلاص يبقى ده برضو نوع من انواع الديفليكشن ويل. طيب النوع بقى النورمال واللي بعد كده بدانا نطور فيه هو ان هيبقى عندي موتور ويز بنت سب. وانا قصدي هنا البنت سب هي اللي هتعمل لي ديفيشن. البنت سب بتاعتي انا عندي موتور، هو الموتور ده هو اللي هيعمل لي الباور علشان يبقى عندي هورس باور عالي اقدر احفر بيه البير، او اقدر ازود انكريز الريكواير هورس باور على البيت اللي هتقدر تعمل لي انكريز للديرابيليتي او الريت اوف بريتريشن بتاعي. فالمود موتور بالباور بتاعه بالهورس باور بتاعه يقدر يزود لي الريفيوشن بالمينت، يقدر يعلي لي التورك، ويقدر يوصل لي ويت مور اون ذا بيت. ولما يكون عندي بنت صب بتعمل لي بنت صب انجل، البنت صب بتاعتي بالبنت صب انجل، يبقى انا اوريدي اقدر اخد كل البي اتش اي بتاعي واروح ان ذا ريكواير دايركشن اند ريكواير انكلينيشن. طيب يبقى وبعد كده عن طريق البنت صب بحفر بقى حاجه اسمها سلايدنج، او بحفر حاجه اسمها روتاري without ار بي ام يبقى سلايدنج، ويز ار بي ام اللي هي ريفولوشن بير مينت يبقى روتاري دريلينج. يقدر يقول لي اذا كنت عايز اعمل هولدنج للتول للبير بتاعي للويل باث بتاعي، ولا عايز اعمل بيلدنج او عايز اعمل دروبنج على حسب التول فيس اللي انا شغال فيها. يبقى انا عندي داون هول موتور ويز بنت سب. البنت سب دي بتبقى دايركتلي اباف ذا موتور، الانجل بتاعتها بتبقى من 1 تو 3 اب تو 3 ديجريز. طبعا بيبقى فيها سكرايب لاين، عندي سكرايب لاين، السكرايب لاين ده موجود على البنت صب لان انا لازم اعرف بعد كده غالبا لازم يكون معايا اورينتنج صب او يبقى معايا ام دبليو دي. اورينتنج صب لو انا عايز كل شويه انزل ب مالتي شوت او انزل بسنجل شوت تول بسيرفينج تول وات ايفر اتس تايب يعني، واقدر انزل كل شويه واعرف انا فين التول فيس بتاعي او اتجاه الديفليكشن بتاع البنت صب فين بالظبط. انا عايز اروح ناحيه النورث ولا ناحيه الساوث ولا الايست ولا الويست، ولا عايز اعمل
ماكسيمم بيلد ولا ماكسيمم دروب، ولا عايز اعمل تيرنينج ليفت ولا تيرنينج لايت، عن طريق الاورينتنج صب لما انزل السيرفي اخد قرايه واطلع وبعد كده اكمل حفر. هو ده الفرق الاساسي ما بين الموتور والبيلد صب. وبعد كده لما نيجي نتكلم على البوزيتيف ديسبيسمنت موتور، ده اللي بينزل معاه الام دبليو دي فرنسيشالي، لازم ننزل معاه ميجرنج وايل دريلنج او جاير وايل دريلنج او اي نوع من انواع السيرفيس، بس في الغالب ام دبليو دي علشان اقدر احفر وايل ويبقى عندي ريال تايم داتا. يبقى ده النوع الثالث من الديفليكشن تولز بعد الجيتنج وبعد الوايب ستوك وعندي البنت صار. الكونفنشنال بقى اللي انا بنزل بيه وهو ده الاساس بتاع اللي هياخد مننا جزء شويه في الكورس، هو البوزيتيف ديسبيسمنت موتور او البي دي ام. البوزيتيف ديسبيسمنت موتور بيتكون من 4 اجزاء مهمين جدا. عندي الباور سيكشن ده روتور وستيتور، عندي الباي باس فال، وعندي اليونيفرسال بوينت والبيرنج اسمبلي. يبقى انا عندي جزء في الروتور والستيتور، وعندي الباي باس فال بتاعي، وبعد كده يبقى في جزء في اليونيفرسال جوينت بتاعتي، وبعد كده في جزء فوق اليونيفرسال بوينت اسمبلي والدرايف شافت، هيبقى في عندي بيرنج اسمبلي. هناخد جزء جزء نبدا نشرح فيه بالتفصيل. هنتكلم اول حاجه عن الباور سيكشن، والباور سيكشن زي ما قلنا هو عباره عن روتور وستيتور. انا عندي الستيتور بتاعي بيبقى عباره عن هيليكال ستير، او اسف الروتور هيليكال ستير روتور fitted inside spirally shaped elastomer molded stator. ونخلي بالنا من كلمه elastomer دي، لان هي دي هتعمل لي الديسادفانتج بتاعه البي دي ام بعد كده لما نيجي نشوف ايه السبب. يبقى انا عندي الباور سيكشن روتور وستيتور. الروتور بيبقى هيليكال ستيل، بيبقى سبايرال شيب موجود زي ما احنا شايفين عندنا كده، ان الجزء ده جزء ده السهم ده اللي هو الدايركشن بتاع الروتيشن. الروتور الجزء اللي هو الفاتح ده، وبعد كده الجزء الخام الغامق ده هو الستيتور بتاعي. طيب يبقى انا عندي الروتور والستيتور هو دول الباور سيكشن بتوع الموتور. طيب انا الماجنتيك او الماجنتيود بتاع الروتيشن بتاعي، انا الروتيشنال بتاع الموتور او الروتيتنج الريفوليوشن بير جالون الار بي جي بتاعتي بتعتمد على ايه؟ لها اعتمادات كتيره جدا ومهمة جدا. أنا دلوقتي عايز أعرف الموتور ده يقدر يلف يعمل روتيشنال قد إيه؟ لأن الموتور من المين يوسج بتاعته إن هو يعمل لي ديفليكشن للبير، وإن هو يزود لي الآر بي إم على البيت. البيت أوريدي إت هاز إتس أون آر بي إم ويز روتري تيبل أو ويز توب درايف، يعني التوب درايف بيعمل لي سيرفيس ريفوليوشن بير مينيت أو روتري تيبل في مع الكيلي ريج بتعمل لي سيرفيس ريفوليوشن بير مينيت. وبعد كده انا عندي داون هول ريفوليوشن بير مينيت اوريدي انفنتد بالموتور بالروتيشن اللي بيحصل. فكل جزء هيحصل فيه فلو انسايد ذا موتور، لان انا عندي الروتور والستيتور اوريدي فيتد انسايد توجذر. فالسبايرال شيب بتاعهم هيعمل لي حاجه اسمها لوبس، واللوبس هيبقى فيها فراغات، والفراغات دي هتحصل لها فيلينج بالمض. فكل الفوليوم بتاع المض ده كل ما هيزيد سرعه الروتور عندي هتزيد، كل ما هيقل او كل ما سرعه الفلو هتقل، كل ما الار بي ام سرعه الار بي ام بتاعه بتاع الموتور هيقل، وكل ما الجي بي ام بتاعي هيزيد كل ما سرعه الموتور هتزيد. معاها هنا اللي هي ريفوليوشن بير جالون، دي بتعمل حاجه مهمه جدا عندي. المض فلوينج اندر بريشر بيعمل فيلنج للكافيتيز ما بين الروتور والستيتورز. طيب وبعد كده المض نفسه نازل ببريشر، فالروتور بيحصل له ديسبليست، بيحصل له ديسبليست وبالتالي بيبدا يتحرك. هي نفس عكس فكره الترومبه اللي اي حد عنده ترومبه في البيت اللي بيرفع بيها الميه او الموتور بتاع الميه. احنا بنشغل الموتور عشان يسحب ميه ويحول الفوليوم بتاع الميه ويحول السبيد بتاعته لفوليوم بتاع الميه يرفعها لفوق. الموتور العكس، الموتور بيبقى اوريدي فيه فوليوم، ولما بينزل فيه فلو بيخلي يحول الفوليوم بتاع الليكويد بيحوله لار بي ام، بيزود له ايه الهورس باور بتاعه.
دي الموفمنت بتاعت الروتور والستيتور بنسميها السنتريك او السنتريك موفمنت. الاسنتريك موفمنت دي الحركه الداخليه بتاعت الروتور والستيتور دي بتعمل لي التورك وبتعمل لي الريفوليوشن بير مينت اللي انا بحتاجها على الدقه. فبيبقى في حاجه بتتناسب نسبه وتناسب. فانا كل الماجنتيود بتاع الروتيشن، الروتيشن بتاعي هو بروبيشنال مع المط فلو ريت، البروبيشنال مع المط فلو ريت مع الفوليوم بتاع المط بامب ثرو ذا موتور. طيب والتورك الجنريتد بالبي دي ام بيبقى برضه بروبيشنال مع البريشر دروب اللي جاي من الموتور، وبرضه فانكشن في الويتوم بيت. لو انا حصل عندي انكريز في الويتوم بيت هيزود لي التورك اللي بالتالي هيزود لي الديفرنشال بريشر ريكوايرد اكروس ذا باور موديول. طيب نخلي بالنا ان كل ما الويتوم بيت عندي بيزيد وكل ما التورك بيزيد وكل ما الديفرنشال بريشر بيزيد، ده ممكن يعرض لي الموتور ان يحصل له ستول، ستولينج الموتور، انه يحصل فيه الستول بتاعي وبالتالي يوقف الروتيشنال بتاعه ويلف عكس الاتجاه. لو انا بحفر كلوك وايز هتلاقي هو بقى انتي كلوك وايز ويحصل لي رياكت للفورميشن والبريشر يعلى جدا، واضطر ان انا اعمل ريستارت للدريلنج عشان ارفع البوتوم واعمل زيرو للديفرنشال بريشر بتاعي وابدا انزل احط ويت واعمل ديفرنشال بريشر وابدا احفر بيه. فمش كل الاحيان، مش في كل الاحيان ان انا ازود الويتوم بيت هيزود لي الديرابيلتي او الريفوليوشن بير مينت او الار او بي بتاعي، الريفوليوشن الريت اوف بنتريشن بتاعي الار او بي، انه يزيد في الحفر عن طريق زياده الويتوم بيت. في بعض الاحيان انك تقلل الويتوم بيت وتعلي الار بي ام يعمل لك نتيجه افضل، وفي بعض الاحيان انك تعمل العكس يجيب لك نتيجه اكتر. دي بتديبند على البريشر اللي موجود وعلى الفورميشن اللي انت بتحفر فيها، وهاو اجريسيف ذا فورميشن او هاو هارد ذا فورميشن او هاو سوفت ذا فورميشن، وبرده نوع البيت الدريلنج بيت بتاعي. زي ما قلنا بنعمل حاجه اسمها اللوبس ما بين الروتر والستيتور، بيبقى في عندي حاجه اسمها السنتريك موشن. السنتريك موشن دي ان انا الموتور الروتر يلف جوه الستيتور بحركه على حسب عدد النمبر افيلبل روتيشنال تورك من النمبر اوف لوبس في الستيتور والروب. فانا لو عندي في ده الكونفنشنال اللي موجود في الماركت عموما، يعني دايما بيبقى النمبر اوف لوبس بتاع اللي دايما النمبر اوف النمبر اوف ستيتور بتبقى اعلى من النمبر اوف روتورز ب1، دايما بيبقى في فرق واحد ما بين الستيتور وما بين الروتور، فبنسميها 1 اوفر 2 او 2 اوفر 3 او 3 اوفر 4 او 5 اوفر 6 او 7 اوفر 8 او 9 اوفر 10. ده بيبقى عموما النمبر اوف لوبس الكونفنشن الموجوده في الماركتنج اللي هي موجوده عندنا في الماركتنج. قلنا فيها ان البي دي ام بتاع التورك بتاعه والافيلابل روتيشن هيحصل ديبند على الانجل اوف والنمبر اوف لوبس ما بين الستيتور وما بين الروتور. طيب لو اتكلمنا على الجزء الثاني، احنا بس برضو عايزين نعرف ان في حاجه عندنا اسمها النمبر اوف لوبس والنمبر اوف ستيجز. في فرق، عايزين نفرق ما بين النمبر اوف لوبس. النمبر اوف لوبس ده الريشيو بتاعت النمبر اوف ستيتور على النمبر اوف روتور. الستيتور هاز اولويز وان مور لوب ذان روتور. ده في الحياه كل ما يبقى النمبر اوف والنمبر اوف ستيجز بقى هي قد ايه الروتور هيعمل لفه كامله جوه الستيتور اللي هو اللوب نفسها، هتخلص من الستارت لغايه الان وتبدا تتكرر تاني، ونبدا نقول across the length of the power section how much this loop will be repeated. This is the number of stages. كل ما number of stages أو number of loops بتزيد، ده بيعمل لي react على ال powerful motor how much the motor is powerful and capable إنه يعمل لي التورك بتاعي.
اللو نمبر اوف لوبس ده يعرفني ان انا عندي ريدكشن في التورك ماشي، لكن هيبقى فيه فاست في البيت روتيشن. يبقى النمبر اوف لوبس كل ما هيزيد هيزود لي التورك، لكن هيقلل لي. كل ما النمبر اوف لوبس هيقل التورك بتاعي هيقل، لكن الروتيشن هيبقى اعلى بكتير. والعكس صحيح، النمبر اوف ستيجز برضو مهم جدا ان انا اعرف ان النمبر اوف ستيجز كل ما هيزيد كل ما التورك بتاعي هيزيد. النمبر اوف لوبس كل ما هيزيد كل ما الار بي ام عندي هتقل. يبقى ده البيزك ريليشن شيب بتاعت النمبر اوف لوبس والنمبر اوف ستيجز. ده بالنسبه للجزء بتاع الباور سيكشن للبوزيتيف ديسبليسمنت موتور. لو هنتكلم عن الباي باس فالف، هو فالف ده بيخلي الدريلنج فلويد يحصل له باي باس للمود موتور، بيسمح للدريل سترنج ان يحصل له فيلينج ديورنج التريبن اند درين وين ميكينج كونكشن في البول اوت اوف فور. يبقى الباي باس فالف ببساطه شديده هو مسؤوليته ان هو يعمل فيلينج وايل رانين هول، لان انا عندي اوريدي الدريل سترنج وهو نازل في الرانين هول بيبقى فاضي من جوه، وبيبقى انا عندي البير كله مليان بالطفله بالمط بسائل الحفر. فبالتالي انا كده هيبقى عندي البريشر اوتسايد ذا دريل سترينج اللي هو في الانولس هيبقى اعلى من الانسايد، فانا محتاج كل فتره اعمل فيلينج للدريل سترينج. فانا تخيلوا لو الموتور من تحت هو بلاجد مقفول ونازل، يبقى كل اللي هعمله هعمل ديسبليسمنت للطفله بوزن البي اتش اي، وهيفضل البي اتش اي من جوه فاضي. ده ممكن يعرض للبيتش ان يحصل له كولابسنج. فبالتالي لازم يبقى انا اقدر يبقى في وسيله ان يفتح عندي الفالف بتاع اللي هو الباي باس فالف وانا نازل بيفتح، علشان يعمل لي فيلنج للبيتش اي من جوه وانا نازل في الرن هول. طب وانا طالع نفس الفكره، انا محتاج ان انا اعمل درين بقى للبيتش اي عن طريق برضو الباي باس فالف، بعمل له درين للبيتش اي وانا طالع، بحيث ان انا لما اجي اطلع اسيب اوريدي الفلويد موجود في البير، يبقى اقدر احافظ على الهيدروستاتيك بريشر عشان ما يحصليش في الدراج وانا طالع مثلا بسرعه الدراجنج وما فيش فورميشن ممكن وما فيش فلويد داخل البيتشي، ممكن يحصل لي ان البوتوم هول بريشر بتاع الهيدروستاتيك بريشر يقل عن الفورميشن، وبالتالي يعرض لي البير ان يحصل له كيك. فانا الباي باس فالف ده مهم جدا موجود في الموتور علشان يعمل لي فيلينج وايل رانين هول، وعشان يعمل لي درين وايل تريب اوت اوف ذا هول. طيب اليونيفرسال جوينت، زي ما احنا قلنا ان انا عندي السنتريك موشن اللي بيعملها الروتور وداخل الستيتور، دي السنتريك موشن يعني ما هياش روتيشن ثابته، ما هياش هي السنتريك، ما بتلفش في دايره مستقيم في دايره ان نورمال شيب. ده هي اللوب دايما بيبقى الستيتور اكبر من الروتور بوان لوب، ف الروتيشن بتاعي بيبقى السنتريك، بيبقى حاجه السنتريك كده زي ما انتم شايفين كده. حلو. طيب انا دي السنتريك موشن دي ما تنفعش ان انا عن طريق تحتها يحصل لي كونسنتريك للبوتوم، علشان الدقاق عندي او البيت عندي يوصل له الحركه الدائريه اللي انا محتاجها عشان يقدر يحفر نورمالي ان ذا فورميشن. فهنا دي مسؤوليه اليونيفرسال جوينت، دي عباره عن رود اسمبلي اتاتشد لللور اند بتاع الروتور، ودي بترانزميت التورك والروتيشنال سبيد من الروتور للدرايف شاف لغايه البيت. يبقى دي مسؤوليتها انها بتوصل لي التورك والار بي ام للدرايف شافت اللي هيوصله بعد كده للبيت، وفي نفس الوقت هي هتحول لي، ودي حته مهمه جدا، الاسنتريك موشن بتاع الروتور هتحوله لي لكون سنتريك موشن از درايف شافت. دي حته مهمه جدا جدا جدا. يبقى دي مسؤوليه اليونيفرسال جوينت. بعد كده الدرايف شافت، وده اللي احنا لسه متكلمين عنده من شويه، ان هو ده بقى عباره عن كونستراكتد هولو ستيل كومبوننت، وده بي سبورتد ويز امبيرنج هاوزنج باي راديال اند اكسيال ثراست بيرنج، وهو ده اللي بيدرايف الروتيشنال اللي بياخدها من الروتور ومن الريفرسال جوينت ويوصلها
للدقاق او البيت بعد كده بقى عن طريق الروتيشنال صب اللي تحت، وبيبقى جوه طبعا البيرنج اسمبلي، وده بيعمل ترانزميت للدريلنج ثراست وروتيشنال باور للدريل بيت. ده كده الفور مين ديبارتمنتس او البارتس بتوع الموتور او بوزيتيف ديسبليسمنت موتور. نيجي بقى بعد ده كله، ايه اهميه الموتور عندي؟ ايه الادفانتج اللي بيعملها لي الموتور؟ هو طبعا mainly extremely hard rock formation can be drilled with motors using diamond or BDC bit. احنا قلنا ان الجيتنج هناك مش هيقدر يحفر لي الهارد فورميشن، هيقدر يحفر له السوفت بس، فالبي دي ام هيقدر يحفره لي. هيقدر يعمل لي هاي بنتريشن ريتس، الار بي ام اللي بيزودها على الدقاق. يعني انا بيبقى عندي البيت واصل له من الروتري تيبل او من التوب درايف مثلا 60 او 70 ار بي ام، وواصل له تحت قدهم من البي دي ام او اكتر منهم، فبيبقى توتالي واصل له 100 او 170 او 200 ار بي ام. كل ما الار بي ام بيزيد كل ما الريت اوف بنتريشن عندي هيقدر يزيد. برضو هقدر اعمل سيركيليشن اوف بور هول، يعني عن طريق الهورس باور او التورك البروديوسد من الموتور. خلي بالكو التربلان فلو اللي بيحصل لي بالروتيشن اللي بيعمله الموتور، الموتور بيعمل لي روتيشن وايل سلايد مود، بيعمل لي روتيشن صب داون للبيت بس، او بيعمل لي او هو اوريدي روتيتد باي توب درايف او كيلي او روتري تيبل بالكيلي عن طريق في حاله الروتري دريلينج، فهو اوريدي بيزود لي الار بي ام اللي بيزود لي الهورس باور والتورك اللي موجود اللي بيعمله لي على الفورميشن تحت، وده هيعمل لي تربلان فلو، وده هيزود لي برضو الهول كليننج من تحت بالار بي ام اللي بتزيد، اللي هتقدر تطلع لي الكاتنجز اللي بتتحفر بالار بي ام اللي بيحصل، هيعمل لي تربلان فلو مش لامينار فلو. فدي ادفانتج للبي دي ام. طب الديس ادفانتج بتاعته زي ما قلنا ان المشكلة الأكبر عنده هي الجزء بتاع الإيه؟ الإليستومر بارت اللي موجود فيه اللي هو الإستيتور. الإستيتور بيبقى معمول من إليستومر، إلاستومر بارت. الإلاستومر بارت ده بي أفكتد بالإيه؟ بالأبريزيف فلويد، المض، الدرينج مض عندي بيقدر يوصل لي تأثير مباشر إن يقدر ياكل في الإستيتور أجزاء منه، بيتأثر بالهاي تمبريتشر، بيتأثر بالاويل بيس درينج فلويد وبالسوليدز، نسبة السوليدز الموجودة بالطفلة. فده في الغالب اللي بيعمل لي مشكلة في الموتور وبتخلينا نعمل بول اوت اوف هول علشان نغير السيمبلي. وبرده في ريسك تاني موجود عندي وايل سلايدنج، انا لما باجي اعمل اورينتد للبير بعمل لي اورينتيشن وايل سلايدنج وذاوت روتيشن فور اول ذا بيتشي، يبقى انا ما بستخدمش الار بي ام اللي جاي من التوب درايف او من الكيلي، ببقى زيرو ار بي ام وبعتمد على الار بي ام اللي بيحصلها بروديوسنج من الموتور على الدقاق، يبقى بقيه البي اتش اي اللي اباف الموتور از ان نون روتيتنج مود، ما بيحصلهاش روتيشن، بيبقى الموتور انترنالي بس هو اللي بيلف وبيلفف الدقاق معايا، لكن بياخد all the BHA in our specific direction، هو ده الـ sliding mode for rotation. ففي الـ sliding mode ده أنا ما بعملش RPM، ما بعملش rotation while drilling، فده ممكن يعمل لي bad hole cleaning. ليه؟ لأن إحنا لسه قايلين إن في حالة الـ turbulent flow الـ hole cleaning أفضل بكتير من الـ laminar flow. ففي حاله السلايدنج ده لامينار فلو عندي مجرد ان بيحصل سيركيليشن، وبالتالي كل ما الانكلينيشن عندي بتكبر كل ما التندنس بتاعت البي اتش اي للو سايد هتبقى موجوده، هيبقى عندي الجرافيتي بتاعت اول ذا بي اتش اي اول ذا دريل سترينج التندنس تو جو تو لو سايد اون تو سي، يعني بنسميها بيد اون ذا بيد، ان هي تنام على اللو سايد بتاع الفورميشن. فبالتالي انا عندي جزء من الانولس مقفول والجزء الثاني مفتوح، فالسيركيليشن اللي بيحصل ممكن يحصل لي في الحاله دي ديفرنشال ستيك او ديفرنشال ستاك. عشان كده من ضمن مشاكل
البي دي ام برضو في السلايد مود ان ممكن يعرض لي البير للديفرنشال ستاك. وعشان كده لما جينا نعمل امبروفمنت دخلنا في حاجه اسمها روتري ستيربل اسيستم اللي هو الار اس اس، اللي هو روتيشن اول ذا واي. احنا بنقدر نعمل اورينتنج للبير وايل روتري مود، وده ان شاء الله يبقى ليه محاضره خاصه مع الشباب في الاس بي اي شابتر ان شاء الله. اخر حاجه هنتكلم عنها في الكورس بتاع النهارده علشان يبقى ريليتد للبي دي ام هو الام دبليو دي. انا علشان انزل في البير ببوست ديسبليسمنت موتور لازم يكون معايا ميجرنج وايل دريلنج تول، علشان اقدر في حاله السلايدنج يبقى عندي تول فيس واقدر اعمل اورينتد للموتور ان ماي سبيسيفيك دايركشن للتارجت، علشان اقدر اروح له بالسبيسيفيك انجل المطلوبه مني. علشان اعرف الكلام ده كله لازم يبقى فيه ريال تايم شغال وايل دريلنج يقدر يقيس لي الانكلينيشن اللي اتكلمنا عنها والازموث اللي اتكلمنا عنها وايل دريلنج، واقدر اعمل من غير ستوب من غير ما اقف وانزل بسنجل شوت فول اورينتنج صب، او انزل بمالتي شوت بوقف حفر خالص وبعمل رانن هول في 4 ساعات 5 ساعات واطلع 5 ساعات تانيين، ببقى اعمل ستوب دريلنج لمده 10 ساعات علشان اخد قرايه في لما بعمل مالتي شوت او لما بستخدم الجايرو او لما بستخدم السنجل شوت. فدي بتعمل لي مشاكل، لكن الميجرنج وايل دريلنج ده انا بيبقى معايا ريال تايم وزود ستوبنج للدريلنج بستخدمها مع البي دي ام البوزيتيف ديسبليسمنت موتور، ودي بتبقى مهمه جدا عندي. فالام دبليو دي ببساطه شديده عباره عن دريل كولر موجود فيه سنسورز، دريل كولر فيها في سنسورز، والسنسور بياخد ميجرمنتس قرايات وبيبعتها لي عن طريق تليمتري او عن طريق المط الريال تايم. ده اسمه ميجرنج وايل دريلنج. طيب ايه التول عباره عن ايه؟ زي ما احنا قلنا في تليمتري سيستم، وده بيعتمد على التول بتعمل لي فاريشن في البريشر اللي موجود في المط كله علشان تعمل لي ترانزميت للداتا من البوتوم هول لغايه السيرفيس. ويبقى عندي طبعا سنسور هو ده اللي بيعمل لي ميجرنج للانكلينيشن والازوز والتمبريتشر والفايبريشن، وفي حاله الاي دبليو دي بيبقى عندنا الجاما راي وما الى ذلك. وطبعا بيبقى فيه باور سبلاي، يا اما بيبقى باتري او تربين او الترنيت، مجموعه من الباور اللي هتشغل لي الميجرنج وايل دريلنج، يا اما توربينه بتشتغل بالمد وايل فلوينج او البطاريه شغاله تحت بعدد ساعات معينه عشان تطلع لي القرايات وايل دريلنج. طيب لو اتكلمنا عن التريمتري سيستم، احنا عندنا اكوردنج للتريمتري سيستم 3 انواع بنحدد على اساسهم الام دبليو دي تايبس. في عندنا حاجه اسمها بوزيتيف مات بالس تليمتري، وفي عندنا حاجه اسمها نيجاتيف مات بالس تليمتري، وفي عندنا حاجه اسمها كونتينوس ويف تليمتري. كويس. البوزيتيف مات بالس تليمتري ان الهيدروليك بوبيت عندي ده عباره عن فال هيدروليك بوبيت بيعمل لي ريستريكشن للفلو، هو بينزل اوريدي مفتوح فالفلو بيعدي منه عادي جدا، بعد كده اول ما بيتقفل فبيرفع لي البريشر اباف on the top of the head of above the tool، فبالتالي هيعمل لي increase في البريشر، فده هنسميه positive mud pulse telemetry. كويس. البريشر اللي هي generated عن طريق ال increase في البريشر ده هنقدر نعمل له detect على السيرفيس على الستاند باي بريشر سنسور عندي، اللي عن طريقه هيقدر يقيس لي ايه البالسز دي يخليها ريال تايم. ده اسمه البوزيتيف مات بالس. لكن النيجاتيف مات بالس العكس بالظبط، نيجاتيف مات بالس مجرد برضو ان الفالف عندي بيبقى نازل مقفول كلوزد واي، ومجرد ما بيفتح فبيحصل دروب للبريشر وبالتالي يبقى البريشر عندي قل فيحصل لي نيجاتيف مات بالس تليمتري. طيب ده ليه استخداماته وده ليه استخداماته. اما الكونتينوس ويف تليمتري ده بنستخدم حاجه اسمها المات سيرين، السلوتد روتور وستيتور مع بعض بيعملوا له ريستريكشن للمات فلو،
وفي نفس الوقت يعملوا لي بوزيتيف بريشر ويف ترافل ذا سيرفيس اند ديتكت ات ستاند باي. يبقى انا عندي الكونتينوس ويف بقى ان يحصل انكريز والديكريز في البريشر، ده بنسميه الاثنين مع بعض كونتينوس ويف تلمتري. بوزيتيف ده ليه استخداماته والنيجاتيف ليه استخداماته والكونتينوس، لكن في الاخر انا الريزلت بتاعتي عباره عن بالسز، والبالسز دي بنستخدم فيها الباينري سيستم اللي هو 0 1 امبير بيطلع لي اوتبوت، بيبقى في فرق في الجهد عندي في الفولت بقدر اقيسه، وبعمل الاوتبوت بتاعي كرنت، والكرنت بيدخل على ماشين بتعمل له ديكودينج، والديكودينج بيتحول بالتريمتري لداتا لفاليوز، الفاليوز دي بتتحول لارقام، الارقام دي بتبقى عباره عن الانكلينيشن بتاعتي قد ايه، والازموث قد ايه، والتمبريتشر قد ايه، والجاما قد ايه. هي دي فكره الريال تايم بتاعت المود بالس تليمتري او الام دبليو دي تليمتري سيستم. طيب الام دبليو دي كسنسور بقى يقدر يعمل لي ايه؟ زي ما احنا قلنا نقدر نحسب عن طريق الانكلينيشن، عن طريق الانكلينيشن والازيموث والتول فيس. اقدر اجيب في عندي داون هول بارامترز في بعض التولز بقدر اجيب بيها الداون هول ويت اون بيت، والداون هول تورك اون ذا بيت، والبريشر وايل دريلينج. بقدر برضو اعرف الفايبريشن ستيك سليب فايبريشن سيفيريتي، ودي مهمه جدا عشان تقدر تحدد لي الفايبريشن اللي بيتعرض لها التول، اللي في بعض الاحيان لما بتبقى اعلى من المتوقع او بتبقى اعلى من الليميتيشن بتاعت التول بيحصل لي لوست ان هول بسبب فايبريشن، فمحدش يستقل بالفايبريشن اللي ممكن يواجهها في الدريلنج بشكل عام والدايركشن دريلنج بشكل خاص. يبقى برضو عندي ريال تايم مطبلس تريمتري سيستم وريال تايم داتا ترانزميشن، كل ده الكابابيلتي بتاعت الام دبليو دي تول تقدر تعملها لي. المين اللي بستخدمه في التول بتاعتي هي الانكلينيشن والازيموث والتول فيس. فلو انا عايز اعرف السيرفي نفسه، لما بقول انا عايز اخد سيرفي بالام دبليو دي تول، ابقى اقصد ان انا اعرف فين ان ذا سي ان سبيسيفيك بوينت ايه هاو ماتش الانكلينيشن عندي الديفيشن انجل، وير ذيس بوينت از فروم ذا نورث اللي هي هاو ماتش الازيموث بتاعها. يبقى السيرفي عندي بيديفاين باي 3 ثينجز، لازم طبعا اعرف السبيسيفيك بوينت دي هاو ماتش از ديبث، الميجر ديبث بتاعها يبقى قد ايه، والانكلينيشن قد ايه، والازيموث قد ايه. السنسور اللي بيقيس لي الانكلينيشن والازيموث هو عباره عن في تراي اكسيال اكسلومتر وتراي اكسيال ماجنتومتر، بيبقى في السنسور فيه 6 اكسيال اكسسز، 3 اكسلومتر و3 ماجنتومتر، علشان نقيس عن طريقهم الانكلينيشن والازيموث. كل واحده بتقيس يعني مثلا التراي اكسيال اكسلومتر بيقيس لي الجي اكس والجي واي والجي زد بتاعتي، والمين ريفرنس عندي هو الجرافيتي فيكتور بتاعي اللي هو بيبقى حوالي 1000 كاونتس بير 1 جي. انا بس عايز اجيب لكم الايكويشنز بشكل افضل تقدروا تعرفوا عن طريقها السنسور بتاع الام دبليو دي بيقرا ازاي. يعني انا عندي تراي اكسل اكسلومتر وتراي اكسل ماجنتومتر بيبقوا بالشكل ده مثلا، كل اكس بيقرا الجرافيشنال فاليو في الفيكتور جي بتاعه، بيقرا الاكس واي زد. بقدر اخد الجي اكس جي واي جي زد، عن طريقها اقدر اجيب الجي اف اتش، واقدر برضو من خلالها احسب حاجه اسمها التي جي اللي بتبقى الجذر التربيعي جي واي سكوير بلس جي زد سكوير، واقدر بعد كده احسب الانجل بتاعتي اللي هي بتبقى الايكويشن بتاعت التان ماينس 1 تي جي بير جي اكس، اقدر احسب الانكلينيشن. يبقى انا عندي الاكس ليمتر هو 3 اكسيالز 3 تراير اكسيالز اكس واي زد، كل اكس بتدي قرايه ريكوردنج او ديبند على الجرافيشنال فيكتور بتاع الجي بي، وباخد منها جي اكس جي واي جي زد، واقدر احسب منها التوتال جي اكس بتاعتي، واقدر احسب منها التي جي بتاعتي، وبعد كده اقدر احسب الانكلينيشن اللي من عن طريق الجي في اف اتش والجي اكس بالايكويشن بتاعت التايم ماينس 1، يطلع لي
الانكلينيشن. هل انا بعمل الحاجات دي بايدي؟ لا، هي الام دبليو دي تول بتعمل الكلام ده، بس داون هول، بس ابقى انا عارف البرنسبل او البيزكس هي بتقرا ازاي عشان تقدر تحدد لي الانكلينيشن. فده الاكسلومتر المسؤول عن الانكلينيشن. طب الماجنتومتر، الماجنتومتر مع الاكسلومتر هيبقى مسؤول عندي ان يحسب لي الازيموث. بنفس الفكره، هيبقى عندي الجي اكس جي واي جي زد، وهيبقى عندي الاتش زد واتش واي واتش زد واتش اكس، وهقدر اجيب من خلالهم الاتش اف اكس الاتش اف اتش، واقدر اجيب التي اتش بنفس الفكره، وبعد كده اقدر احسب عندي الهوريزونتال كومبوننت بتاعت الماجنتيك فيلد سترينث للكوزاين بتاع الديب انجل، وفي الاخر هيجي لي الكالكوليشن بتاعت الثلاث معادلات دول، وهما دول اللي انا محتاجهم في الكالكوليشن. الانكلينيشن بتاعي هو التان ماينس 1 بتاع الايكويشن دي اللي جايه من الاي والبي والسي بتاع الاكسلومتر. الازيموث هو كومبوننت من الاي والبي والسي اللي جاي من الاكسلومتر، والاكس والواي والزي اللي جاي من الماجنتومتر. يبقى الازيموث بنستخدم فيها ثلاث الاثنين سنسورز اللي هو الاكسلومتر والماجنتومتر. الانكلينيشن بستخدم الاكسلومتر بس، وفي التول فيس اللي هو الدايركشنال تول فيس بتاع الموتور، السكرايب لاين بتاعي اللي هيحدد لي وير از ذا موتور رايت ناو، الانجل او الديفييتد بوينت اللي موجوده في الموتور اتجاهها فين، عشان اقدر اعرف اذا كنت هعمل بيلد على طول في نفس الدايركشن، ولا احتاج ان انا اعمل تيرن وبعد كده اكمل بيلد او دروب. يبقى ده المين كالكوليشن بتاعت الام دبليو دي. واخر حاجه، انا حضرت لكم فيديو صغير كده مدته ثواني معدوده بس مش اكتر، عايز ان انتوا تعرفوا التولز. احنا بنتكلم على الداون هول تولز اللي موجوده هنا، بتبقى داون هول، وانا عندي الريج موجوده اون ذا لاند او اون شور في الحاله دي، ومجرد التول بتقيس لي مجموعه من القرايات اللي هو الانكريزنج الفلكشويشن بتاع البريشر بيحصل، ويبقى انا على السيرفيس موجود عندي، بقدر استقبل البالسنج بتاع التولز، والبالسنج ده لما بيتعمل له ديكودنج اقدر بعد كده احوله لقرايات، واقدر اعرف الكالكوليشنز بتاعت التول اللي هي الانكلينيشن والازيموث، وعن طريقها اقدر اكمل الويل بلاننج بتاعي. انا محتاج اعمل تيرن، انا محتاج اعمل بيلد، انا محتاج اعمل دروب، انا محتاج اوقف، انا محتاج اكمل. هي دي المين بتاعت الام دبليو دي. وده كان اخر جزء النهارده في الكورس، اتمنى ان هو يكون فاتكم، تكونوا استفدتوا حاجه، ما تكونش مليتوا يعني، او يكون انترستد على قدر المستطاع. ولو في اي اسئله انا تحت امرك. تمام، اللي عنده سؤال ممكن يسوي raise hand أو يسوي unmute. Thank you, you are great. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء أشكرك على المحاضرة القيمة، أشكر حضرتك على حضورك. عندي بس سؤال بطريقة الويل ستوب، أكو فد فيديو توضيحي للعمل المعدة؟ للواي ستوب، معلش السؤال تاني عشان الصوت ما كانش واضح. أكو فد فيديو توضيحي لعمل معدة الويل ستوب؟ انت محتاج فيديو توضيحي؟ اي نعم، لعمل المعدة شلون ممكن تشتغل وتصير بيها انكلينيشن، شلون ممكن تساعدني اذا اكو فيديو عليها. انت مش محتاج بقى فيديو توضيحي، انت محتاج انك تعمل ريج فيزيت تشوف الاكشوال تول بتقرا ازاي بالنسبه للام دبليو دي وبالنسبه للريج اوبريشن. انت رحت قبل كده ريج؟ لا، هذا هي هنا المشكلة. طيب، انت محتاج تعمل فعلا تريننج، وفي حاجات كويسه جدا موجوده على اليوتيوب بينقلوا بيعملوا ريفيوينج للتريننج اللي بيحصل على الريك سايد، ازاي الام دبليو دي بتقرا، وفي كورسز برضو اونلاين موجوده فور فري، يعني بيبقى حاجه اسمها ريك سايد فيزيت 1 داي تريننج،
بيشرح لك بقى التول بتستقبلها ازاي، وبتعمل لها بيك اب ازاي، وبتعمل لها رانين هول ازاي، وبعد كده ريدنج ازاي. لكن انا اللي يهمني اكتر يبقى عندك البيزكس، يعني يبقى انت فاهم البيزكس بتاعت التول لما تيجي تشوفها، عشان دايما تفرق ما بين الاوبريتور والانجينير. الاوبريتور غالبا بيعرف يعمل اوبريت للتول، لكن ما بيعرفش المين ايديا بتاعتها. الانجينير بيبقى عارف البيزك بتاع التول والمفهوم بتاعها ازاي، وبعد كده بيتعلم ازاي يعملها اوبريشن. فاهم الفرق؟ مفهوم استاذ. فانت مهم جدا انك تحضر الكلام ده يعني. ان شاء الله استاذ، بس عندي سؤال ثاني اذا ماكو زحمه. تفضل. معده داون هول موتور وذ بيت سب، احنا شفنا المعده انه يكون بالتوث مالتها يكون شوي انحراف بيها، لكن اثناء الدوران هذا الانحراف مو المفروض يسوي لي بيجر هول من الدور اكثر، وهاي البيت سب مربوطه بالبيت راح يسوي لي يعني حفرة أكبر، ما راح يسوي لي inclination. بص، هو البنت صب، علشان كده البنت صب هي بارت موجود فيها ديفيجن، او موجود فيها جزء مايل ثابت، وما اقدرش اعمل عليه كنترول، لان انا مش بيبقى غالبا معايا ام دبليو دي، معيش ميجرنج وايل دريلنج، بيبقى معايا اورينتنج صب متركب فوق الموتور وفوق البنت صب، مجرد بس ان انا بحفر روتري اول ذا واي. وبعد كده لو عايز اعمل سلايد بوجهها في دايركشن معين، وببدا احفر وبرجع اعمل تاني سنجل شوت وارجع تاني احفر. المفروض البيزكس بتاعتي ان انا بوجه الديفليكشن او الدوج ليج اللي موجوده في الديفليكشن تول اتجاه الدايركشن بتاعي، وبعد كده بوقف الروتيشن بتاع الدريل سترنج كله، وهو بيعتمد على ان الهيدروليك الفلويد اللي موجود جوه الموتور هو اللي هيعمل لي روتيشن انترنالي، هيلف بيه البيت، وبالتالي السترنج كله هيمشي في اتجاه الديفليكشن تول ده. فاهم قصدي؟ ده المفروض لما اجي اعمل بيلدينج او اعمل دروبينج او اعمل دايركتنج السبيسيفيك دايركشن مع الانكلينيشن. لكن لو انا عايز اعمل هولدينج فاوريدي اعمل روتيشنال لكل البي اتش اي عن طريق التوب درايف بقى من فوق، وبالتالي الديفليكشن بوينت دي ملهاش سبيسيفيك دايركشن، ده هي اصبح ان هي بتلف في ال 360 درجه عندي، اي نعم فبالتالي هتعمل لي هولدنج هولد للسيم دايركشن اوف ذا ويل، يعني الدايركشن بتاع البير مش هيتغير، لكن الانكلينيشن بتاعتي بتزيد مع او الانكلينيشن والدايركشن بتاعي بيفضلوا ثابتين في الهولدنج سيكشن، مجرد الدبس هو اللي بيزيد معايا. طبعا احنا بنتكلم مش في الايديال كيس، يعني الدريلنج عموما مش ايديال، ما ينفعش اقول زيرو في اي حاجه، نعم الدريلنج لازم يكون فيه استثناءات، فاحنا بنتكلم في لو في بلس وماينس درجه درجتين، انا اوريدي ان ذا سيم بلان بتاعي. معناته من اذا سوى هالعمليه اكو اكثر من ستيج حفر، ستيج تريب انه بغير معده، ستيج ثالثه اكمل هولدنج، يعني بهاي في حاله البنت صب صح كلامك صح، لكن في حاله البي دي ام ومع الام دبليو دي لا، ما هو انا بقدر اتحكم امتى نعم اعمل بيلدينج، اعمل اورينتيشن لل بنسميها الكيك اوف بوينت بتاعتي، او بنسميها الادجستبل الاي كيو او الادجستبل كيك اوف بوينت، النقطه اللي فيها ميول او ديفيشن في الموتور بقدر اوجهها للدايركشن المطلوب، وانا لو همشي بيه سلايدنج وزاوت روتيشن يبقى انا كده بعمل ديسبليس، بعمل اورينتيشن، بعمل بيلدينج او دروبينج، وات ايفر انا رايح فين على حسب الربع اللي انا فيه، السكوير اللي انا موجود فيه، الكوارتر اللي انا موجود فيه، هعمل ماكسيمم بيلد ولا ماكسيمم دروب، ولا تيرن وبيلد ولا تيرن ودروب، ده في السلايدنج. لكن لو انا عايز اعمل هولد، كل اللي هعمله ان انا هشتغل روتري اسمبلي، وهعمل كنترول على الدرين بارامترز بتاعتي، ابدا ازود بقى في الويتون بيت، اقلل في الار بي ام، ازود في الجي بي ام، وابص على البريشر عندي، ده هيعمل لي هول. يبقى بالبي دي ام، بص بالديسبليسمنت موتور، انا مش محتاج اعمل 3 رنات عشان اعمل بيلد ودروب وهولد، ده انا هعملهم في نفس الرن. بالضبط، هو الشيء يعني اكثر من ستيج بالبيت صار اكثر من ستيج، لكن بالطريقه الحديثه انه ستيج وحده تسوي كل شيء باعتبار بالظبط كده، سيف تايم. بالظبط كده.
أشكرك أستاذ. عفوا. السلام عليكم يا باشمهندس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكو رمة الجايرو دي يعني بتتعمل ازاي؟ مش فاهمها بصراحة. دي بتبقى واير لاين، انت عارف الواير لاين اه كويس. واير لاين بلاين معين موجود انه يحصل له رن هول، بس ما ينفعش طبعا يكون وايل دريلينج. وفي نهايه الواير بيبقى في السيرفينج تول، والسيرفي تول دي انا قلت اكتر من مره ان انا معايا بيبقى حاجه اسمها اورينتنج سب. الاورينتنج سب ده بيبقى فيه سيت موجود جواه، بحيث ان الواير لاين لما بينزل وفي نهايته السيرفي تول اقدر اعمل له سيتنج جوه الايه؟ الاورينتنج صار. مجرد ما يحصل سيتنج هو هيبدا سنسور، ده مجرد سنسور اصبح معمول له سيتنج في الاورينتنج صار يبدا يعمل لي قرايه. بس مشكلته الوحيده ان انا مش هينفع اكمل بيه حف. ليه؟ لانه وايرد، فما ينفعش اعمل بيه روتيشن واكمل حف. فهفضل واقف في مكاني لغايه ما السنسور ياخد القرايات، وانا بالكيبل بتاعي ده باخد بيه القرايات فوق على الهول وعلى السيرفس يعني اللوكيشن بتاعي، باخد القرايات وابدا اعمل بول اوت اوف هول تاني للواير لاين لغايه ما اقول ان السيرفي تول طلعت وهبدا اكمل حفر. طبعا ده بيعمل ويست للتايم شديد جدا، فاهم قصدي؟ وفي نفس الوقت ريسك، لان انا بوقف حفر وايل الرن هول بالجايرو. طب هي بتستخدم مع كل الانواع، مع كل الديفليكشن تولز ولا مع الويب ستوك بس؟ بص، هم احنا بنستخدمها في الغالب مع الوايب ستوك. ليه؟ لان غالبا الوايب ستوك بتنزل في الكيسنج. انا موجود عندي بير محفور، خلصت الاوبن هول بتاعي، حاجه من اتنين، نزلت ما لقيتش انتاج مثلا، نزلت في الريزرفوار لقيت ديبليشن، او نزلت ولقيت في انتاج وعايز اطلع في فورميشن اعلى، طبقه اعلى منه او اي حاجه، فبعمل سيمنت بلاج، بقفل الاوبن هول، ببقى انا اوريدي جوه الكيسنج. فجوه الكيسنج خلي بالك بيبقى، ما تنساش ان انا قلت في الام دبليو دي بنعتمد على الماجنتيك، على الماجنتومتر، فبالتالي تمام جوه الكيسنج هيعمل لي ماجنتيك انترفيرنس، فالام دبليو دي مش هتدي قرايه صح صح للازيموث، ايوه صح كده؟ فانا ما اقدرش انزل بالام دبليو دي جوه الكيسنج، فهعمل ايه؟ انزل بالجايرو. فالجايرو هو دلوقتي حاليا في 2024 بقى عندنا حاجه اسمها جايرو وايل دريلينج. الجايرو وايل دريلينج ان هي تبقى جايرو وبتقرا جوه الكيسنج وبتقرا في الاوبن هول، بس الكوست بتاعها اعلى بكتير من الام دبليو دي. علشان كده ستيل مع الوايب ستوك بننزل بالجايرو رنر، ناخد القرايه، نعمل اورينتنج للوايب ستوك في الاتجاه اللي انا عايزه، الانكلينيشن والازموس تمام، او خاصه الازموس بتاعي، وبعد كده بعمل سيت للوايب ستوك وبرفع الجايرو وانزل اكسر الشير بين واطلع من الكيسنج بالميلنج اسمبلي في الدايركشن بتاعه، بعد كده اعمل بول اوت فول خالص، اخد الام دبليو دي تولز. تمام شكرا يا شمس. عفوا. في أي أسئلة تانية؟ ما أعتقد أكو أسئلة. تمام شكرا أستاذ جزيلا، شكرا جزيلا أستاذ، إن شاء الله نلقاكم محاضرات قادمة. عفوا عفوا، شكرا ليكم، وأنا سعيد إن كنت معاكم النهارده، أتمنى تكونوا استفدتوا إن شاء الله حاجة مفيدة. جدا استفدنا، شكرا جزيلا. عفوا.